سعيد طبعا دائما بوجودي من ضمن تيم ديم اريبيا من كذا سنه، وسعيد برضو بالبارتيسيبنت اللي معانا، اعضاء التيم وزمايلنا كلهم في الجروب بتاع ديم اريبيا على مدى السنين الطويله اللي فاتت دي. الفكره ببساطه، وده اللي احنا كنا بنحاول فعلا اجاسته دائما تبعا يعني الفيجن بتاعت بين اريبيا، الا وهو نشر المعلومه اللي عندنا كلنا، ومحاوله ان احنا بشكل او باخر كل حد فينا يبقى عارف حاجه. وده اللي اتعلمناه بدايه طبعا من بين اريبيا تيم وباشمهندس عمر فيها، فكره ان احنا ازاي نشير المعلومه ما بيننا وما بين بعض، لعل وعسى معلومه صغيره عند حد فينا تفيد باقي الزملاء في ما يشاهدوه من آلام ومصاعب في مجالنا اللي هو مجال الكونستراكشن تحديدا. والأهم بالنسبة لنا فكرة كمان هي الكونستراكشن مانجمنت، وهي الأصعب والأسوأ بشكل أو بآخر كليفل أعلى. الفكرة ببساطة إن شاء الله دي هتبتدي تبقى أول سيشن من السيشنز بتاعتنا، هنحاول نسبورت مع بعضينا في الكام سيشن اللي جايين دول بداية من النهاردة، بفكرة تعريف الكونستراكشن مانجمنت، تعريف الكلاود، هو يعني إيه كلاود، إيه الأنواع بتاعته، إيه استخداماته، هل هو ليه لازمة أصلاً بالنسبة لنا ككونستراكشن ولا لأ، هل الناس بدأت تطبق بيه وتستخدمه بالفعل بره بشكل او باخر ولا لا. في نفس الوقت اللي احنا بنسميها كلاود ايرا او عصر الكلاود، وده اللي بدا فعلا من ما يقرب من 10 سنين. فمن هنا حبيت فعلا اشير مع التيم بتاعنا كله في دم اريبيا شويه النولج الصغيره اللي الواحد شافها في خلال الفترات اللي فاتت تحديدا، وهل وده الأهم يمكن عن تجربة بقى سواء شخصية أو عملية بشكل أو بآخر، إزاي كمان إن هي فعلا هل فكرة الكلاود دي اتطبقت في بالنسبة لنا في الكونستراكشن والتحديد الكونستراكشن مانجمنت، ولا هي كلها ضروب من الخيال وكمان الناس بره هي اللي بتستخدمها وإحنا ملناش دعوة، أو لا لسه قدامنا 10 15 سنة تاني قبل ما هذه التكنولوجي وهذا الافكت يبتدي يأثر معانا او يوصل لنا. كل دي تساؤلات بشكل او بآخر حبيت ان احنا نطرحها مع بعض ونفكر فيها بصوت عالي. زي ما بيقولوا كده، انا بقول وجهة نظر صغيرة بيزد على شغلي الشخصي وشغل المكان اللي انا فيه اللي هو زي بلدر، وفي نفس الوقت بستفيد من معلومات حضراتكم كلكم باختلاف ما شاء الله ان بيم اريبيا قدرت تكولكت من كافه الدول العربيه بكافه الديسبلين بتاعه المشاريع بكافه الاعمار. فده في حد ذاته بالنسبه لي انا شخصيا افاده مهمه جدا، ان احنا بنشير مع بعضينا المعلومه وبنتناقش فيها ونشوف هل هي الموضوع ابليكابل اصلا بالنسبة لنا ولا لأ، والتركيب والتشغيل بتاعه أصلاً بالنسبة لنا في مصر والوطن العربي جميعاً هل هو بالفعل قادر ولا لأ. فبنبتدي زي ما أنا قلت لحضراتكم، دي الأجندة بتاعت الوركشوب كلها، الفكرة كلها دي بتاعت السيشن بتاعت النهاردة بس. فيها الأسئلة الأساسية بفكرة تعريف الكونستراكشن مانجمنت ثرو مالتيبل فيزز، بداية من البلاننج والسكادولينج والريسورس والكوست استيميشن والبروجكت كنترول، وطبعا الأساسي بالنسبة لنا جميعا والإفادة فيها هي فكرة البم، هل هو البم فور كونستراكشن مانجرز، هل هو بالفعل مهم ولا لأ. وفي الآخر إن شاء الله تبقى اللاير الأخيرة بالنسبة لنا تطبيق اللين والكلاود على الكونستراكشن مانجمنت بالنسبة لنا. طيب، هل أعتقد في ناس بتريز هاند ولا ده بيجربوا بس؟
طيب بداية قبل ما نكمل، هل في حد عنده تساؤل يضاح قبل ما نستارت؟ تمام. طب باشمهندس عمر، هل الصوت واصل كده ولا في أي اه تمام، إيشيو؟ الصوت واصل، تمام، الصوت ده أوكي. طيب العبد لله الفقير، دكتور محمد الفران، أستاذ مساعد وزارة الطيران المدني، وأصلا خريج كلية هندسة جامعة القاهرة. شرفت بالعمل يعني حوالي 15 سنة في الوطن العربي وأفريقيا، وقبلهم حوالي 7-8 سنين في أمريكا الشمالية والجنوبية بشكل أو بآخر على حسب المشاريع بتاعتنا اللي كنا فيها. تخصصي من ساعات ما اتخرجت حتى هذه اللحظة، كل يعني الاكسبيرينس بتاعتي في فكرة الكونستراكشن والبروجكت مانجمنت، بس يمكن كنت بحاول دائما ان انا ابص لقدام شوية اشوف ايه الاكسبيرينس اللي ممكن نحسن بيها الاداء. دائما كنت بحطه قدامي بالفكر العادي اللي هو فكرة work smarter don't work harder. فكنا بنحاول نستخدم طبعا البيم من اول ما طلع من 2001 2002 بداية، واستخدامات الاي او تي والكلاود افكت من 2007 2008 من ساعة ما طلع في المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها، بداية حتى ما قبل ما يطلع المسمى بتاع الاي اي او الارتفيشال انتليجنس، واستخدامات في الكونستراكشن والبروجكت مانجمنت تحديدا، استخدامات الاي اي وما يسمى بالنيورال نتورك والفازي كنترول، وبعدها دخلنا في الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج وخلافه وتطبيقاته اللي فيها. حاليا الحمد لله استشاري مع اشغال في قطر كشركه، واستشاري مع مجموعه بن لادن الحرمين، وهنا في مصر طبعا يعني كام شركه صغيرين كده اللي احنا بنشتغل معاهم زي سياك، حسن علام، وراسكوم سويدي امريكانا، وما زال الحمد لله الكوبريشن از بروجكت مانجمنت مع الشركات اللي احنا كنا شغالين فيها في امريكا، لا ستيل نتورك وستريم لودنج وابلايد انجينيرنج، ما زالت قائمه حتى هذه اللحظه. ايه تعريف صغير ملوش اي علاقه بالموضوع، ايه البلاتفورم اللي احنا بنتكلم عليه او اللي بنحاول نشوف هو بالفعل يابلاي فكره الكلاود والكونستراكشن؟ ايه هو زي بيلدر؟ زي بيلدر اتس انتجريتد كلاود بلاتفورم سبيشالايزد فور كونستراكشن مانجمنت بيزد اون بيم كلاود اند اي اي تكنولوجيز. الاختلاف، وعشان اكون واضح صراحة بالنسبة لحضراتكم، الفكرة كلها ان زي ما احنا كلنا ككونستراكشن وك ام اي بي وفي نفس الوقت الكتروميكانيكال عموما انجينيرز اشتغلنا في موضوع الكونستراكشن فيلد والكونستراكشن بروجكت مانجمنت تحديدا، انا واحد من الناس كنت بتعذب جدا عشان احصل على اي معلومه سواء من السايت او سواء من الهيد اوفيس لو انا كنت موجود في السايت. فمن هنا بدانا زي ما انا قلت لحضراتكم بنحاول نتارجت من حوالي 2005 نتارجت ازاي نقدر نشتغل بالفعل بفكر الورك سمارتر دونت ورك هاردر، وازاي ان احنا في كثير من الاحوال ان احنا نستخدم التكنولوجيز الجديده واول ما بتطلع ما بنستاش صراحه ان هي لما زي ما بيقولوا كده بتستوي، ان احنا ازاي نقدر ناتاك التكنولوجيز ونفهمها ونستخدمها بتفاصيلها عشان تقدر تساعدنا في شغلنا. دول البارتنرز اللي معانا حاليا كشركات، ودول اللي فعلا شغالين معاهم سواء ككونسلتنت او شغالين حاليا بزي بيلدرز از ا بلاتفورم. الحمد لله معانا حوالي 25 ميجا بروجكتس، من ضمنها برجين من ابراج العالمين، جامعه الملك سلمان في مصر، 4 مباني وزارات في العاصمه الاداريه الجديده، ومعانا حوالي 7 مشاريع في العالمين بخلاف المباني الابراج نفسها. فمعانا جامعه العالمين وخلافه، كل هذه المشاريع حاليا هي بتدار باستخدام الزيبلز.
طيب نرجع للسبيتش بتاعتنا. فكرة الكلاود ظهرت زي ما انا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم، ظهرت من اواخر الالفينات، 2005 2007 تقريبا. كانت الهدف الرئيسي منها فعلا كانت بتحل مشكلة، مش هي دي اللي وصلنا لها دلوقتي، ولكن بالفعل كان الهدف الرئيسي منها هو اي تي بحت، اللي هو ان شركات الكونستراكشن عموما وشركات السوفت وير تحديدا ازاي ان هم من غير معملين يكبروا في الانفراستراكشر بتاعتهم كسيرفرات ومانجمنت وسويتشز وخلافه، ازاي ان هم يسبورتوا معاهم بشكل قوي فيقدر يحجز داتا سنتر او بورشن من داتا سنتر كبيره جدا زي بتاعت امازون او بتاعت مايكروسوفت او بتاعت جوجل حتى، ويقول انا محتاج عدد كذا سيرفر وعدد كذا سويتش وعدد كذا داتا سنتر ويز سايزز، ويبتدي يشتغل عليها بدون ما يبقى الهاردوير نفسه موجود عنده. والفكره كلها فكرتها ببساطه، لو احنا كلنا مثلا سايف في اريا معينه فبنقدر نشير مع بعضينا الريسورسز بتاعت السيرفرات بيزد على اليوسج بتاعتنا. وفي الاخر لما فعلا جربوها وطبقوها وجدوا ان هي بتوفر كتير قوي في التكلفه وتوفر كتير قوي في الـ في الاوبريشن كوستس بتاعتها، سواء الـ كهيومن ريسورسز يعني. او بدات تتطور بصوره سريعه جدا، ان الموضوع ما بقاش اي تي بحت، بل بالعكس ده بقت في شركات كامله بتيجي تقول لا ده انا محتاج احط أو رن اعمل رننج للابلكيشن بتاعي يعني على الكلاود سيرفر دي، وبالذات ان هو لو كان ابلكيشن محتاج اجهزه وز هاي سبيكس شويه، زي مثلا زي ما احنا بنتكلم على الريفت تحديدا وهو شهير من زماننا، او ال 3 دي ماكس او المايا او البرامج عموما اللي بتحتاج جرافيكس بروسيسور عالي، فبضطر ان انا اشتغل بيها اجيب لها جهاز هاردوير سبيكس بتاعته عاليه شويتين، فبالتالي بيبقى التكلفه عاليه. لا ده بقت الشركات الكلام ده برضو بعدها بسنتين ثلاثه بداوا يبتدوا يتحركوا في ابلكيشن لاير مختلفه، اللي هو لا ده انا بنزل الهاردوير وبحط عليه السوفت وير بتاعي ايا كانت السبيكس بتاعته، وكمان ببتدي اشير اليوسج بتاعه. لو انا عندي فريق مثلا من البام انجينيرز فمحتاجين كلهم نسخه ريفت بهاردوير سبيكس عالي قوي، فبحط سيرفر قوي او باجر زي ما بنسميها باجر كلاود سيرفر قوي واحط عليه السوفت وير بتاعي، وبخلي كل التيم بتوعي عندهم الاجهزه بتاعتهم اجهزه ضعيفه زي ما بيقولوا، لكن قادره تخش على الكلاود سيرفر بتاعي وتبتدي تشتغل عليه بدون ما يحس باي مشكله. فبالتالي بدا الموضوع كمان يتحرك من الانفراستراكشر للابلكيشن، وبدات الناس بالفعل تعمل شيرنج للهاردوير بتاعتها، وبدات الشركات تاجر تقول لك اه والله لو انت محتاج زي ريفت زي اوتوكاد زي 3 دي ماكس اقدر اجر لك السيرفر بساعه، فبالتالي انت بتقدر تخش وتشتغل بجهاز طبعا سوبر سوبر كمبيوتر بالنسبه للاجهزه المعتاده بتاعتنا، فبالتالي انت بتقدر تنجز شغلك في وقت قليل قوي، وباجره لك بير تايم او بير يوسج مع كل مره انت بتستخدمه او مع كل وقت انت بتستخدمه، فبيصبح الموضوع اسهل. كل ده من بدايات بقى 2010 بدانا نخش في صيغه البلاتفورم. البلاتفورم دي وهنتكلم عليها تحديدا بعد قليل فيها، يمكن هنرجع ايون الشاشه دي، اللي هي فكره هو انا مين اللي بيمانج ايه؟ هل انا بمانج الابلكيشن والداتا بتاعتي والباقي كله بيمانج باي فيندر اللي هو مقدم الخدمه بالنسبه لي، زي ما كنا بنتكلم زي امازون زي مايكروسوفت ازور زي اي بي ام كلاود زي جوجل كلاود زي علي بابا نفسه عمل كلاود سيرفيسز، ولا لا ده انا هو بقدر ابتدي اشتغل عليها كانفراستراكشر، فبقى بقيت انا اللي مسؤول عن الابلكيشن والداتا والسكيورتي والداتابيز والاوبريتنج سيستم، وهو مديني بس الهاردوير بتاعي. فعلى حسب كل ليفل من الليفلز دي هي الانواع بتاعه الكلاود اللي احنا بنتكلم عليها، ومن حق كل يوزر
او كل انتربرايز كومباني تقدر تحدد هي محتاجه الكلاود بتاعها لانهي ليفل، وبالتالي هي بتوفر على نفسها وقت وتكلفه كتير جدا. اخر حاجه ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي بتاعه البلاتفورم، زي ما احنا كنا بنتكلم هنا فيها، ان بقى اصبح ان شركات بتيجي زي زي بلدر بتقول اه والله انا هحط الابلكيشن وهحط الداتا بالنسبه لي، بس بخلاف طبعا السكيورتي والداتابيز والاوبريتنج سيستم بتاعتي برضو، لان انا اللي بكنترول عليها. لكن زي مثلا بالنسبه لنا امازون هي اللي ماسكه جزئيه السيرفرات والفيرشواليزيشن والستورج والنتوركينج وخلافه، وبتديني كمان فوقيها لاير اوف ابلكيشن ريدي ميد بقدر استخدمها على طول، فبتسهل لي شغل كتير قوي، وهي بتبقى جاهزه بنفس فكره السوفت وير والبلاتفورم لايرز وخلافه. اصبح بالنسبه لنا ان الموضوع ما فيهوش حاجه سوبر واو ككلاود، هو الفكره سيرفرات كبيره في داتا سنترز قدرت انزل عليها شويه سوفت وير، سوفت وير بدات استخدمه، قدرت اكبر الموضوع شويه او عليت الفكر بتاعه شويه، ان انا بقيت بحط عليه الاوبريتنج سيستم وبحط عليه كمان الكودز سيرفيس كود اللي انا بحتاجه، فالموضوع تحول الى بلاتفورم. البلاتفورم ده من اهم مميزاته، الصوره اللي حضراتكم شايفينها ان انا الجهاز نفسه انا ما بقتش اعتمد على الكمبيوتيشنال باور بتاعت الجهاز، فاصبح بالنسبه لي انا ممكن ارن ال 3 جي ماكس على الموبايل، ممكن اشتغل على الريفت وانا فاتح التابلت، ممكن اعمل اي حاجه من اي مكان. ليه؟ لان هو زي ما متفقين اصبح الموضوع كله مش معتمد خالص على الابلكيشن اللي انا بشتغل عليه او الكلاينت هاردوير اللي انا بشتغل عليه سواء اللابتوب بتاعي او خلافه، بقى كأن انا شغال بالفعل على فيرتشوال ماشين بشكل او باخر، بس بقى ليها انترفيس مختلف وليها شويه كونسترينز بس فيها مختلفه، فده ريحني جدا ان انا كراجل بشكل او باخر محتاج اشتغل باخر، مش محتاج زي زمان مثلا في يعني من حوالي 10 سنين تقريبا او 15 سنه زي ما كنت بتتكلم، ان انا بعمل سيرفر واعمل له ابلكيشن والابلكيشن اعمل له موبايل ابلكيشن والموبايل ابلكيشن، لا كل الكلام ده خلاص بقى بيتعمل زي ما احنا بنسميها cloud development as a platform services او زي ما احنا بنسميها SaaS، وهي اوتوماتيك بتقدر تمانج انت عايزها، لو الموبايل هو اللي عملها كولينج بشكل او باخر او التابلت او اللابتوب او الديسكتوب اي حاجه خلاص هو ما بقاش فارق معاه. فده تعريف سريع وبسيط. طبعا الكلاود في ناس بتاخد فيه ما شاء الله كورسز بحالها عشان تفهم الكلاود، بالتفصيل اكتر من هذه المعلومات اللي فيها. السؤال الاهم وهو ده اللي انا دايما سالته صراحه من شويه سنين فاتت كده، هو الكلاود اصلا ليه لازمه بالنسبه لي ككونستراكشن تحديدا؟ فالسؤال ده صراحه بعد ما زي ما بيقولوا كده عسينا في الجروب اوف كومبانيز والجروب اوف انجينيرز اللي كنا بنشتغل معاهم 2005 2006، هم اكتشفوها ما شاء الله، عملوا سيرفي في 2017 بالفعل، بس ده كان الابديتد، ان بالفعل ان في 85% من الكونستراكشن كونتراكتورز حول العالم كله، وبرضه كانوا عاملين على الوطن العربي وافريقيا والخليج فيها، ان فعلا 85 من الجنرال كونتراكتورز او الكونستراكشن كونتراكتورز بالفعل بيتجهوا ان هم عايزين يقلبوا كل المانجمنت بتاعتهم في خلال الخمس سنين اللي جايه اللي هو من 2017 لغايه 2023 يقلبوها باستخدام الكلاود بلاتفورم، نتيجه ان هم كانوا جربوها سابقا زي ما كنا بتكلم مع حضراتكم من 2010 و2011 لغايه 2017، فبدات حاجات كتير قوي تو بي بيلد اب على فكره الكلاود. السؤال المهم، طب ليه؟ يعني ليه الناس اختارت او ال 85% اختاروا ده؟ فهذا السيرفي قال ان اكتر من 40% طبعا من الناس كان بسبب ان هو كوست افكتيف، ان هو مهم جدا وبيفرق معاهم في الكوست اوف بروجكتس كتير قوي،
فكره الهاي موبايلتي اللي هو بقدر اخش عليه من مالتيبل ريسورسز، مش لازم اجيب ديسك توب بسبيكس معينه او لابتوب بهاي سبيكس عشان اشتغل عليها. الموضوع بقى بالنسبه لنا ابسط من كده بكتير، تابلت موبايل بتاعي وانا مروح افتحه واخش ابتدي اشتغل على شغلي عادي خالص. رقم ثلاثة از بريوريتي في الباورفول كومبيوتنج تول، زي ما كنا لسه بنتكلم ان انا ما بقتش محتاج اجيب هاي ديفينيشن هاردوير عشان ابتدي اشتغل عليها، لا بقى معايا فلكسبيليتي عاليه قوي في موضوع الهاردوير ده، وريحني بشكل كبير قوي. بعد كده eliminating سيرفر سبورل، سوري ذا باور اوف اكسسبيليتي اند ايزي شيرنج، ودي مربوطه بالهاي موبايلتي بتاعتها ان انا بقدر احصل عليها من حته بعيده. ثم eliminating سيرفر سبايرال، ولو كثير مننا سواء اللي كان شغال تكنيكال اوفيس او بام مانجمنت او بام ديزاين او موديلنج او خلافه، فكنا دائما بتحصل المشكله الشهيرة عندنا ان انا كل ما بنتزنق هات سيرفر جديد، كل ما بنتزنق هات سيرفر جديد، فبيصبح الشركة كلها بتتحول الى اوضة سيرفرات ضخمة جدا لا متناهية، والافراد نفسهم قاعدين في اوضة واحدة. بيزد على ايه؟ بيزد ان ما شاء الله حجم المشاريع كل ما بتكبر وحجم اليوسج بتاعي كل ما بيكبر، فبيزداد الاحتياج بالنسبة لي لمورس هاردوير سبيسيفيكيشن بشكل ضخم قوي. واخر واحده فكره الامبروفنج كولابوريتيف اكروس ورك سايتس، ودي انا اعتقد هي اهم واحده والمفروض تبقى اول واحده، بس السيرفي هو اللي قال ان هي اخر واحده. فكره ان انا عندي مالتيبل سايتس، وبالذات لما بنتكلم على شركه شغاله عندها كذا موقع في المقاولات بتاعتها، فعايزه تتابع هذه المقاولات والهيد اوفيس في مكان مختلف، فالهيد اوفيس محتاج يكونترول على كل السايتس دي بشكل او باخر. فكره ان الشيرنج مفيش دايمنشننج زي ما بيقولوا كده للنتورك مثلا بتاعتي، لا خلاص الموضوع زي ما لو انا كنت قاعد في مكان، قاعد في الشركه، الشركه دي كانت بتبقى مربوطه زمان من كام سنه بفكره النتورك بتاعتها والاي تي، ولا لازم يبقى موصل السيرفرات ببعض والكلام ده كله، لا الكلام ده اختفى. بقى عندي الموقع في العلمين مربوط مع الموقع في العاصمة، مربوط مع موقع في جامعة الملك سلمان في تور، لا ده مربوط مع مشروع في أكرا في غانا. كل المشاريع أصبحت مربوطة بشكل ضخم جدا، وأصبح الكونكتيفيتي بتاعتها والكالوبريشن بتاعت الداتا أصبحت فإذا بشكل أو بآخر as a conclusion إن الكلاود هو فكرة بشير النتورك، بشير السيرفر، بشير الهاردوير سبيكس العالية جدا، حطينا فوقيها لاير أوف بلاتفورم أو أبلكيشن لاير عشان أقدر أبيلد أب الأبلكيشنز اللي أنا محتاجها أيا كانت هي إيه، فور كونستراكشن أو فور أي حاجة. بدأنا نخش نتكلم مع الناس فور كونستراكشن، وجدنا لا الناس بدأت تميت أب الحاجات كلها بتاعت الكونستراكشن اللي احنا بنتكلم عليها، فاصبح بالنسبه لنا الموضوع لا ده بيزد على كلامنا احنا، وده مش كلام شخصي، ده سيرفيز اتعملت على مستوى العالم وزي ما قلت لحضراتكم على مستوى الشرق الاوسط والخليج وافريقيا، لا الناس خلاص بدات تتجه لهذا لفكره الكلاود بلاتفورم، وشركات كتير جدا بدات زي ما بيقولوا تتسابق لنقل كل الديسكتوب سوفت وير بتاعها انه يشتغل على الكلاود بشكل كبير قوي. طيب عشان نقدر برضو نقيم تجربة الكلاود معانا، بس لازم نفهم او نتفق على المعايير الرئيسية يعني ايه كونستراكشن مانجمنت عموما، واللي هنبتديها النهارده بفكرة البلاننج والسكادولينج بتوع المشروع. فلازم نتفق الاول ايه هو ايه كونستراكشن مانجمنت، وايه البلاننج والسكادولينج اللي انا محتاجه كبيزكس زي ما بيقولوا، وتطبيقها على البم سوري على الكلاود فيها، هل هو بالفعل هنلاقيه مفيد ولا لا. وبرضه زي ما انا قلت لحضراتكم الموضوع نعتبره موضوع للنقاش ما بيننا، انا بنطرح وجهة نظر وببقى سعيد طبعا بسماع وجهات النظر من الأشقاء كلنا، لأن إحنا كلنا من وجهة نظري
متبهدلين جامد في موضوع الكونستراكشن بشكل كبير قوي، سواء كسيفل انجينيرز او الكتروميكانيكال انجينيرز. المهم في مجال الكونستراكشن تحديدا في مشاكل كتير قوي بتواجهنا، بنحاول نفكر مع بعضينا بصوت عالي، هو هل الحل المقترح بفكرة الكلاود وبعد تطبيقه من أكثر من 7 سنين تحديدا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، هل هو كإيفالويشن بوينت، هل هو فعلا فاليد بالنسبة لنا ولا مازال محتاج تحسين؟ وأكيد أي حاجة بتبقى محتاجة تحسين، أو بالنسبة لوجهة نظري هل هي نوت فاليد أصلا كتجربة ولا لا؟ طيب، أول حاجة الكونستراكشن. أنا بعتبر الكونستراكشن its application of art and science. الكونستراكشن مش حاجة عادية بالنسبة لنا، فيها operational work كتير، فيها زي ما بنسميها organized chaos، الضوضاء المنظمة. وأعتقد إن غالبيتنا لما بيصحى الصبح لغاية ما بينام بالليل، ده ينام ده هو بيسقط زي ما بيقولوا، بيبقى في فوضى خلاقة نتيجة الحجم الايشوز الكتير قوي اللي احنا بنتكلم فيها، ونتيجة الاوبريشن ايشوز وخلافه. فبالتالي انا بعتبر الكونستراكشن حاجة فريدة من نوعها، ما بتتكررش زي ما احنا بنتكلم فيها كده. ماشي باشمهندس سيد يولا، الصداع المستمر لحل المشاكل معاك تماما طبعا، بس ما يعني خلاص بعد فتره بتعتاد عليها باشمهندس سيد، وبتبقى ما تقدرش تغير الفيلد نفسه او المجال نفسه، فبالتالي بتبقى مستمتع بيه، بس بنحاول نقلل طبعا على قد ما نقدر فكرنا شويه، اللي هو فكره المشاكل وخلافه، ازاي نقدر فعلا نحلها بشكل سريع. تمام. طيب، لاعتزازي ان انا واحد من افراد الكونستراكشن في مصر والشرق الاوسط، فانا بعترض دائما على فكره الكونستراكشن زيها زي المانيفاكتشرنج بروسس، وللاسف بعترض برضو على فكرة إن أي بلاتفورم أو أي مانجمنت بلاتفورم خاص بالمانيفاكشرينج ينفع يمشي للكونستراكشن. أرفض وبشدة، وإن هذه المنصة أشجب وأندد إن ما ينفعش المانيفاكشرينج بروسيس تتطبق بشكل أو بآخر على الكونستراكشن. الكونستراكشن وأولها، وأعتقد دي كلنا متفقين عليها، اللي هي فكرة إن كل مشروع سيونيك بروجكت، ما عنديش منتج زي المنتج التاني. فكرة الريموت سايت، المصنع أنا عندي هو مصنع بخط إنتاج واحد بطلع فيه الحاجة كلها، لكن فكرتي أنا عندي مالتيبل سايت بمالتيبل انفايرمنت بمالتيبل برايسنج بمالتيبل ريسورسنج بمالتيبل كل حاجة. فأنا بالتالي كل مشروع أنا بالنسبة لي اتس توتالي يونيك، ما فيش أي حاجة متكررة فيه. فكرة البروسيس از نوت از بريدكتابل، أعتقد كلنا لو مضينا على عريضة كاملة فكرة إن كل مشروع، وأعتقد ما شاء الله سواء اللي لسه جديد وقريب مننا داخل في هذا المجال أو سريع كتير قوي في خلاف الموضوع، في خلاف اللي احنا بنشوفه، بنكتشف ان كل مشروع بلا استثناء هو ملوش اي علاقه بالمشروع اللي بعده، ملوش اي علاقه بالمشروع اللي قبله، وحجم المشاكل اللي احنا بنشوفها وحجم البروسيس والستبس وحجم البلان والاكتيفيتي المشروع اللي بعده واللي قبله. فبالتالي المانيفاكشرنج بروسيس ملهاش اي علاقه بالكونستراكشن، وما زلت برفضها تماما. فكره برضو difficulty in applying automation بشكل او باخر difficulty مشروع، طبعا في تولز كتير قوي نقدر نسرع بيها الموضوع، بس ما بقدرش اوتوميته توتالي بالنسبه لنا. فبالتالي ما ينفعش حد يقول ابدا ان الكونستراكشن زيها زي المانيفاكشرنج. اخر حاجه برضو اللي هي الهاي بوتنشال فور انكاونتنج ان فورسين كونديشن،
ان انا دائما لما بخش المشاريع بتاعتنا ببقى وابسطها، انا مش عارف الارض وانا داخل في مشروع كبير، الارض نفسها بتبقى هل هي صخريه حتى لو عملت المقاسات بتاعتي وخلافه، فالموضوع بيختلف بالنسبه لي. انا الحقيقه اول ما بنزل على ارض الواقع وتحس ان دائما بنحس المشروع اتسلايفي، هو ضدنا مش معانا بس، فدايما بنكتشف ان حجم المشاكل وحجم الريسك اللي احنا كنا عاملين حسابه قبل ما نخش في المشروع ملوش ادنى علاقه خالص بحقيقه المشروع اللي احنا بنواجهه فيها الا ما رحم ربي وبالدعوات، وان كل يوم نصلي يعني 50 ركعه سنه عشان ربنا يسترها علينا بس ونقفل المشروع ان قفل معانا بشكل او باخر. فما زلت برفض زي ما انا قلت لحضراتكم الكلمه بتاعت ان لا، ان الكونستراكشن بروسس او الكونستراكشن بروجكت زيها زي بالظبط المانيفاكشرنج بروسس. طبعا اخر واحده الكوست كان فاري اكوردنج تو كونديشنز، دي معناها ان التكلفه اللي احنا بنحطها بشكل او بالكبير بيزد اون اور اكسبيرينس وبيزد اون الكومباني اكسبيرينس وبيزد المشاريع اللي فاتت. هوب حصلت زي الايشيو الشهيره بتاعت 2016 تحديدا عندنا هنا في مصر، او 2008 في امريكا، او دي اللي هو فجاه العمله اختلفت كسعرها، هوبا كل الكوستات بتاعتك ضربت في 3 4 فجاه، بقى ما فيش كوست وما فيش بيدنج ما فيش كوست كنترول ما فيش اي حاجه، فجاه انت لقيت نفسك حايز في النص وعليك التزامات كبروجكت مانجر او بروجكت بورتفوليو مانجر تحديدا، عليك التزامات وطلعت بي اوهات وبتستلم بحاجات وفي الاخر بتصفصت يعني. ففي حاجات كتير قوي احنا بنسميها فورس ماجور خارج ارادتك الشخصيه، فبالتالي برضو محدش يقنعني ان الكونستراكشن بروسيس زيها زي المانيفاكشرنج بروسيس. تمام. نفس الحكايه برضو المساوئ بتاعتها ان انا ازاي اقدر امانج السبلاي يوتيليتيز والاذر ريسورس بتاعتي، حاجه انون تكنيكال انوفيشن اند ادابتد سلور، ودي بالفعل احنا بنواجهها كلنا فيها. فكره ان انا اوصل للكواليتي اوف اكسبيرينس للمشروع بتبقى فعلا مشكله كبيره جدا. فهي ملخصها عشان بس الخص الصفحتين دول اللي انا دايما بحب احطهم في اي سيشن في اي محاضره حتى بتكلم فيها عن الكونستراكشن مانجمنت، محدش يقنعني بايا كانت الشكل بعد 25 سنه في هذا المجال اللي ما يعلم بيه ربنا ان الكونستراكشن بروجكت مانجمنت اكزاكتلي سيم ذات مانيفاكتشرنج بروجكت مانجمنت اللي فيها. سريعا نرجع بقى للطبيعي، ده هي بس كانت حاجه مضايقاني شويه فقلت افضفض فيها معاكم. الكونستراكشن مانجمنت فانكشن طبعا طبيعي جدا اللي احنا كلها متعرف عليها، لو هي الكوردينيشن الكوردينيشن البلاننج والسكادولينج البروسيسنج والاكسبنديشنز السوبرفيجن على التشغيل الكوست كنترول دوكيومنتيشن ريبورتنج الكواليتي الاستيميشن السيفتي اند ريسك مانجمنت، وهو اكبر مشكله في المشاريع الكبيره الكونتراكت ادمنستريشن والار اف ايز واعوانها الكليمز واناليسيز والافويدنس ان وجدت. ده فور كونستراكشن مانجمنت على السكيل الكبير. الكونستراكشن انجينيرنج فانكشن طبعا ده الليفل اللي بعده شويه، اللي هو ازاي بقى نقدر نعمل الشوب دروينج والكونستراكتابيلتي والسيكونس ستاديز من البلان بتاعتنا والفاليو انجينيرنج والاركشن دايجرامز والبروسيدجرز اللي هو الليفل التفصيلي بشكل او باخر، والسيرفي لاي اوت لو عندنا مشروع كبير شويه في مساحه وخلافه. ثم الاكسكيوتيف فانكشن دي بقى الناس الاعلى شويه بفكره الكوربريتيف مانجمنت والاستراتيجيك بلاننج على مستوى البورتفوليو اوف مانجمنت، وده برضو على فكره بيندرج تحت الكونستراكشن مانجمنت، فبالتالي ما حدش يقول اه والله الكونستراكشن مانجمنت هو خاص بالمشروع. الليفل بتاع الكونستراكشن مانجمنت انا من وجهه نظري صغيره جدا، من وجهه نظر ذا ستاديز زي ما بيقولوا construction management it's a very huge enterprise management of projects construction projects overall the country or overall the region itself public relation labor relation وخلافه. المشكله كلها ان مين المفروض اللي بيتعاونوا معانا او بيشتركوا معانا في فكره الكونستراكشن بروسيس او الكونستراكشن مانجمنت. طبعا من اول الاونرز ايا كان هو برايفت او بابليك وخلافه، الديزاينرز سواء سبيشالايزد او جنرال
ديزاينر او جنرال كونسلتنت في الموضوع، ثم الجنرال كونستراكتور او جنرال كونتراكتور زي ما احنا بنسميه، ثم الكونستراكشن مانجمنت باللاير بتاعتها كلها بالسب كونتراكتورز اللي شغالين، او لو انا عندي كذا ريجون وكل ريجون او كل زون بشتغل بيها بكونتراكتورز معينين، ثم السبلايرز والفابريكيتورز. والفرق ما بينهم السبلايرز دي الحاجه جاهزه عندهم انا بجيبها من عنده على طول، الفابريكيتورز ودي دايما بنحتاجها في الام اي تي والالكتريكال فيلد والفاير فايتنج تحديدا، دي ان انا بديهم اوردرات بشوب دروني عشان يصنع لي الحاجه بتاعتي. طبعا لو دخلنا فيها في الجفرمنت دخلنا في اليوتيليتيز كومباني، في المشاريع العملاقه شويه بقى اللي بخش فيها في اليوتيليتيز، الاندستري اسسمنت والبروفيشنال سيرفيسز زي الكونسلتيشن بشكل او باخر سواء فاينانشال او خلافه، ثم الاجي العام او وخلافه. طبعا كل واحد من دول كستيك هولدرز مطلوب مني بشكل كبير قوي كراجل كونستراكشن مانجر ان انا بتعامل مع كل هذه الشخصيات، بتعامل مع الفانكشناليتي بتاعتها مش هنتكلم فيها بالتفصيل، وان كان حبيت احطها لكم عشان تقدروا از ريفرنس للستاندرايزيشن بتاعتنا هي ايه الفانكشن بتاعت كل واحد من دول، سواء الاونر الديزاينرز الكونتراكتور الكونستراكشن مانجمنت، بحيث ان برضه نبقى قادرين نفرق ما بين كل واحد من ال 12 ستيك هولدرز اللي موجودين عندي بالتفصيل، وفي نفس الوقت ده زي ما انا قلتها لكم بيزد عشان ابقى عارف هو مين مسؤول عن ايه، وكل مشروع بحجمه، لو مشروع انفراستراكشر فبالتالي ليه سكيل معين، لو انا مشروع لا عماره سكنيه صغيره فليها سكيل مختلف من الستيك هولدرز، لا لو بتكلم على انفراستراكشر بروجكت زي المشاريع بتاعت الضغط العالي والضغط المتوسط للكهرباء او الانفراستراكشر اوف بايبنج ودرينج والكلام ده كله، فبرضه بتبقى داخله معانا بشكل مختلف وبيخش معانا ستيك هولدرز مختلفين. طيب نبتدي بقى نتكلم في التطبيق. احنا هنا شويه زي ما بيقولوا كده رغينا از جنرال سبيكينج، اي فرق او اي تقارب ما بين الكونستراكشن بروسيس والمانيفاكتشرنج بروسيس، مين الستيك هولدرز اللي بنتكلم عليهم، وهنبتدي نطبق بقى الكونستراكشن مانجمنت على الكلاود بلاتفورم اللي احنا مسمينها زي بيلدر، وهنا دي اللي احنا بدأنا نتكلم فيها. طبعا بلا استثناء لو سألت حضراتكم جميعا ان ده بالفعل المشروع بتاعي في اي شركة مقاولات او في عند اي اونر للمشاريع بالنسبة لنا. طيب الصوت كده واضح معاكم ولا لسه بيقطع؟ هو الصوت واضح دلوقتي. تمام. اوكي. طيب في اي مشروع في اي شركه حضراتكم جميعا بنشتغل فيها لازم بشكل او باخر فور كونستراكشن بروسيس بالنسبه لنا لازم ببتديها باداره البيدنج او اداره التسعير، باداره البلاننج او اداره التخطيط والمتابعه، بالسايت اكسكيوشن التنفيذ واداره التنفيذ بتاعتها، السبلاي تشين او الاحتياجات والتكنيكال اوفيس المكتب الفني والبروجكت كنترول سلاش شركات بدات كمان تدخل فيها موضوع لين، وبعض الشركات بتسميها الباك داتا والاي اي وبالفعل بدانا نشتغل بيها هنا، او بيستبدلوها فعلا بالبي ام اوفيس اللي هو بيقدر يكنترول على الداتا كلها مع البروجكت مانجمنت اللي احنا بنتكلم عليه. طيب المشكله الرئيسيه واللي احنا كلنا تعذبنا فيها واللي انا كنت بتعذب فيها بعنف، ان كل اداره من دول او كل قطاع بشكل او باخر وعلى حسب حجم الشركه هي صغيره او متوسطه او كبيره، فبالتالي كل الادارات دي بتبتدي تكلم بعضها، فبالتالي اصبح الموضوع فعلا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه خالص فور كونستراكشن بروسيس اتس اورجانيزد شاوس، الفوضى الخلاقه زي ما بيقولوا، كل الناس بتتكلم في بق واحد
مفيش اي داتا. البلاننج بيكلم البيدنج، والبيدنج بيكلم البروجكت كنترول، والتكنيكال اوفيس بيبعت للسايت اكسكيوشن، والسبلاي تشين بيصوت للراجل بتاع البيدنج انت سعرت الكلام ده ازاي. فبتصبح بالفعل لما توصل لكونستراكشن مانجمنت او بروجكت مانجمنت حتى او تحديدا، بتصبح انت اللي في النص، اللي هو في حد مختفي ورا هنا من حجم الكوميونيكيشن ومن حجم الداتا اللي بنتحرك فيها. فاصبح الموضوع فعلا هي فوضى خلاقه المعلومات. وده على فكره كيسز حقيقيه حصلت معانا كتير جدا ما قبل فكر الكلاود شويه مع الكونستراكشن مانجمنت، ان انا كانت بتجي لي الداتا. احنا دلوقتي اهو في اخر شهر واحد 23 واحد، كانت بتجي لي البيانات بتاع شهر 11 دلوقتي، فببتدي اخد القرار بتاع شهر 11 المفروض كنت اخده في شهر 11 كنت باخده في 23 واحد، اي ما بعدها بشهر ونص شهرين. فاللي حصل حصل، واللي باظ باظ، واللي خرب خرب. كنا اخرنا بنحاول نفوركاست الموضوع، يا اخوانا لو حصل لكم المشكله الفلانيه ما تعملش كذا واعمل كذا. وطبعا نتيجه حجم المعلومات المتاخر وحجم الداتا اللي بتضيع في النص دي كلها، للاسف فعلا كانت، وده طبعا لما يسمى بايجن ريبورت، وهو ريبورت شهير جدا عملوا فيه دراسه ليه ايه هي اسباب تاخر الكونستراكشن عموما على مستوى العالم، وتحديدا استغفر الله العظيم يا رب في انجلترا اللي هي متزعمه اصلا الكونستراكشن مانجمنت عندنا في العالم كله، مش عندنا احنا بس. فهم كانوا متضايقين ان الكونستراكشن مانجمنت متاخر عن باقي الكي بي ايز بتاعت الصناعات الاخرى بيدوبك بنسبه 30 40%. يتفضلوا معانا هنا الناس بتتكلم في ارقام واحنا ملناش اي علاقه بالارقام دي خالص. فوجدوا ان هم بالفعل في اكتر من 35% المشاريع بيحصل عليها اوفر بادجت، 40 45% المشاريع ما بتسلمش الحمد لله في ميعادها، لازم تسلم بعدها بعد ميعادها بشويه حلوين كده. اكتر من 60% العماله ما بيحصلهاش يوتيلايزيشن بشكل او باخر، فبالتالي بتزود الكوست وبالتالي بتزود التايم بتاعها. فوجدوا مشاكل كتير قوي. المشاكل دي واللي كلها اسبابها حاولت الخصها معاكم في المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، الفوضى الخلاقه في مجال الكونستراكشن، ان كل الناس بتتكلم مع كل الناس بدون اي صيغه. فدائما كنت بحسها في بعض المشاريع فعلا، ان وبالذات للاسف لما ببقى انا بروجكت مانجر في موقع بس كبير شويه، بحس ان انا بالظبط واحد بيكلم هندي بيكلم حد تاني بيكلم تايواني، وفي واحد بيكلم عربي واقف في النص، واحد واقف انجليزي بيتكلم الناحيه التانيه. فكلنا بنتكلم لغات مختلفه خالص، وكلنا عايزين البيانات بتاعتنا واحنا مش فاهمين هو التاني بيقول ايه اصلا. فمن هنا صراحه بعد عذاب يعني حوالي 10 12 سنه، حاولنا بشكل او باخر نثبت نجاحنا، وهو بنحاول نعمل المترجم الخاص للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كان من اهم مشاكل زي ما كنت بقولها لحضراتكم فكره الجزر المنعزله وفكره البيانات اللي احنا بنتكلم فيها، والادارات اللي كلهم بيكلموا بعض بشكل بعيد تماما. كان من ضمنها فعلا ان هي ليكج اوف كوميونيكيشن، الادارات كلها يا اما بتبعت بالميل يا اما بالتليفون يا اما بالواتس، بس ما فيش حاجه كومنايز تقدر توحدهم على طول مع بعضهم. طبعا في مجال كبير قوي للاخطاء البشريه، وده كلنا لازم نقع فيها نتيجه الضغط الشغل او نتيجه خطا بشري عادي لازم بنبقى عاملين حسابنا فيه. بس لو انا عندي ريستريكشن او كونسترين او جايد لاينز محطوط على السيستم بتاعي او محطوط على الحتة الاكسل شيت اللي انا بشتغل عليه، فاكيد هيفرق معايا كتير. فكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها ككلاود بقى، ما فيش الناس كلها ما كانتش دخلت في كلاود في الكونستراكشن، كنت مضطر اجيب كل مشروع اجيب له 50 60 لابتوب و90 100 سيرفر و500 ورك ستيشن بارقام طبعا خزعبليه. ده بخلاف طبعا فكره الاكسبنسز بانش اوف سوفت وير لكل الاجهزه عشان تبقى لايسنس وخلافه، مش كل شويه يحصل لي مشاكل. والاهم اللي الناس اكتشفتها صراحه بعنف في خلال الفتره اللي فاتت وبدايه تطبيق الكلام مع بعضه زي ما بيقولوا، اللي هي فكره ليك تشوف داتا دريفن.
يعني ايه فكره الليكج اوف داتا دريفن دي اللي احنا هنتكلم عليها حالا فيها، اللي هي فكره ان يعني ايه يبقى كل الناس مش بتكلم بعضها، كل الناس بتكلم حاجه هي فاهمه كل واحد لوحده، بس هي عندها قدره ان هي تترجم المعلومه زي ما بيقولوا للطرف التاني زي ما هو عايز. ومثال بسيط وشهير جدا بالنسبه لنا الراجل المهندس المحترم اللي شغال زميلنا اللي موجود في البيدنج في اداره التسعير او في الاداره القطاع الفني للتسعير، سعر الاسمنت، سعر الحديد، سعر كذا، وحط ريسورس بشكل او باخر حطها بالنسبه له عشاني انا اخش بقى كراجل بتاع بلاننج. بدات افك البي او كيو ايتم بالريسورس بتاعتها، بدات احط الاكتيفيتيز وابتدي احط الديوريشنز بتاعتها والديبندنسز اللي هنتكلم عليها والريليشنز وخلافه. كان بيصبح ان انا لازم الراجل بتاع البيدنج يبعت للراجل بتاع البلاننج ادي البي او كيو ايتم وادي الريسورس بريك داون، لازم يفضلوا يقعدوا مع بعض عشان يفهمها له، لان هو مش فاهم منها حاجه، لان كل واحد من موجود عندنا في اداره البيدنج له دماغه وله فكره وله عبقريته الفذه المحدوده. وطبعا ده كلنا مش هو بس، بما ان مفيش ستاندرايزيشن زي ما كنا بنتكلم، فبيصبح يقعد معاه ويفهمه ويرجع، لا في غلط، لا ده الراجل بتاع البيدنج عدل سعر، لا ده عدل بند، لا ده العميل هو اللي بعت غير في سبيكس موجوده، فيرجع يغيرها له الناحيه الثانيه الراجل بتاع البيدنج ويبعتها للراجل بتاع البلاننج. فبتصبح السايكل بس فعلا، ودي انا عملنا لها بيرفورمنس كي بي ايز كده، السايكل ما بين البيدنج والبلاننج اوف انفورميشن المتبادله طول فتره المشروع بتكونسيوم ما يقرب من مثلا 25 ل 28% من وقت التو ديبارتمنت بالنسبه لي. وده كان رقم صادم صراحه. فتخيلوا احنا يا دوبك في اول تو ديبارتمنت تو ديفيجن تو فانكشن موجودين عندي في المشروع، ولسه الموضوع كبير وهنكر فيه، لقينا في كونسيومنج للوقت بس عشان يفهموا بعض ويتبادلوا المعلومات وخلافه 25%. فتخيلنا بشكل او باخر، طب انا لو جبت حد هو فاهم الراجل بتاع البيدنج وفاهم الراجل بتاع البلاننج، اول ما بياخد معلومه من البيدنج بيروح قلبها للراجل بتاع البلاننج عشان يستخدمها على طول، ولو حصل ابديت هنا تاني على طول هي اتس اوريدي ابديتد من غير اي تايم فيها. ففجاه انت لقيت ان عندك في ادارتين نزل التايم بيرفورمانس بتاعهم او عالي التايم بيرفورمانس بتاعهم 25 ل 28% بس عشان قدرت توحد الكوميونيكيشن ما بينهم. زيهم بالظبط بالظبط زي السايت اكسكيوشن، ان انا لو خدت البلان واللوح بتاعتي والشوب دروينج والبلان اكتيفيتيز اللي موجوده عندي كبرنامج زمني وخلافه وبعتها اوتوماتيك للسايت اكسكيوشن، سواء بيز لاين سواء ابديت سواء بروجريس سواء الكلام ده كله، اصبح الموضوع مش محتاج اقعد معاه وافهمه او هو محتاج يقعد معايا ويفهمني، لا انا بفهمها وبدخلها بلاتفورم او بدخلها سوري بفورمات وشيتس معينه وداتا معينه دخلها برورو مش فارقه هو اسمه ايه دلوقتي، بس قدر يفهمها ويبتدي يكونكت الداتا دي كلها مع بعض. فاصبح وهنا الحاجه الرئيسيه اللي احنا وبعضها، بحيث ان هي بقت اوريدي شيرد ما بين الناس، والناس كلها بتقدر تحصل على كل اللي هي محتاجاه في وقت سريع جدا. طبعا عشان اوصل لهذه المرحله كان لازم تبني اللاير بتاعتنا اصلا على فكره الكلاود، وفكره اللي هو احنا متفقين فيه من البدايه خالص، فكره ان انا يبقى عندي موبيليتي وعندي شيرنج اكسس من اكتر من مكان، وعندي عدم الاعتماديه على الهاردوير بشكل كبير قوي، او اعتماديتي على جدا عشان نقدر نكنترول عليه. ده في حد ذاته زي ما كنا بنتكلم فرق بالنسبه لنا كتير جدا. طيب كويس،
لنفس الحكايه زي ما كنا بنقول، فكره الفونديشنز الرئيسيه اللي احنا لازم نتكلم عليها دي زي نظره مستقبليه شويه، حطيناها من حوالي 10 سنين وماشيين اوريدي في البروسيس بتاعتها، اكملناها كلها وان كان لا نهايه لما يبغيه الانسان زي ما بيقولوا. فبداناها بالانتجريشن، الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها منذ قليل، فكره الاي بي دي، فكره ان هي اتبنت فروم سكراتش اصلا على الكلاود، فيها مش محتاجه ريكونستراكت، الموضوع كله مبني على فكره الساس والسيرفيسز از لايرز والكلام ده كله، فكره المعلومه ازاي يفهم ناس مع بعضها. كنا الحمد لله سابقين من 2014 ان احنا كنا اول بم اونلاين فيور على الكلاود، سبقنا فيها بعض الشركات زي اوتوداسك وبنتلي بحوالي 3 4 سنين، وكان ده موجود بالفعل بالنسبه لنا. ثم الاهم فيها سكيورتي اوف داتا، نتيجه ان احنا بارتنر مع اي بي ام، فاحنا عاملين انتجريشن لاير معاهم مع ما يسمى بلوك تشين هايبر ليدجر بالنسبه لنا، ودي اللي عاملين عليها سكيورتي بشكل كبير قوي وبشكل واضح، اللي هي فكرة الصلاحيات ومين ليه صلاحية يخش على انهي مشروع، انهي انفورميشن من اللي احنا بنتكلم عليها، وليه اكسسبيليتي تو دو انهي فانكشن كمان. ثم زعيم الاي اي اللي احنا بنصعد اوكي تمام. طيب كان من اهم برضو الحاجات اللي لازم كلنا نبقى متفقين عليها، مش الكلاود بس او مشكلتنا في الكلاود، لازم نبقى متفقين على حجم البيانات وحجم الداتا اللي احنا بنتكلم فيها بشكل او باخر. فلازم يبقى عندي في ايا كان الكلاود بلاتفورم بالنسبه لي، لازم يبقى فيه عقود وبنود المشروع التعاقديه نفسها، مخططات الانشطه، حركه المعدات ومصاريفها، مقاولين الباطن، وبالذات لو بتكلم على جنرال كونتراكتور بشكل كبير وشكل واضح زي ما بنتكلم فيها، فكره مراقبه العماله المؤقته والدائمه سواء كسب كونتراكتنج ليفرز ولا لا، حركه الخامات والاصول والعهد والمعدات بالنسبه لي، حسابات المشروع وحجم الاعمال المنفذه ومستخلصات العميل، واخيرا طبعا واولا في نفس الوقت اللي بنحتفظ بيها جميعا، فكره البيم موديل والابديتس اللي بتحصل عليها فيها بيزد على تو مين فاونديشنز زي ما احنا بنتكلم، اللي هو ما يسمى بالكمباني كود او الكوست كود، وده في منه انواع شهيره جدا وكاستمايز كمان زي سي اس اي 8 فورمات 16 فورمات 49 فورمات بكل الاشكال اللي بتتكلم على الاوبريشن والورك بريك داون بشكل كبير قوي، ثم كمان اللي هي الفاينانشال كود عشان يبقى في تطابق دائما في بيانات المشاريع وبعضها. ده من نزيه بالنسبه للداتا بلوكس. الاهم كمان وده في حد ذاته هو مين اللي المفروض يخش في المنظومه دي او في البلاتفورم بشكل او باخر، ايا كان برضو زي ما بنتكلم فيها ككلاود بلاتفورم فور كونستراكشن مانجمنت از جنرال سبيكينج، كل الافراد والاطياف اللي داخله معانا في هذا المشروع لازم تبقى فعلا انفولفد معايا، من مدير المشروع، مدير التنفيذي، المكتب الفني، مخازن حسابات، البام تيم طبعا، اداره السبلاي تشين والمعدات والمكاتب الفنيه، كل الناس دي لازم كل واحد فيهم مش بس بيبص المعلومه او مش بيقرا معلومه، لا ده هو بيحط المعلومه. وفكره الكلاود عموما برضو، فكره الكلاود بلاتفورم هي بتاخد المعلومه من البيدنج تزودها على البلاننج، فبقت معلومه من البيدنج على معلومه من البلاننج، اداني الريسورس هيستوجرام، الريسورس هيستوجرام وديت لمعلومه في السبلاي تشين از ليد لونج ليد تايمز و خلافه، فرجعت بالراجع بقت عندي المعلومات بتتراكم زي ما بيقولوا وبتتضاعف، لان بالفعل فكره الداتا دريفن انفورميشن او ليكج اوف داتا دريفن اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي كانت المشاكل الرئيسيه في الطرق الكونستراكشن مانجمنت العاديه خالص، فكره ان انا اصبح عندي واحد زائد واحد مش بتساوي اثنين، بفكر الانتجريشن عموما وفكر الكلاود اللي بيسهل لي موضوع الانتجريشن ده، وبالفعل فوقيهم فكره البم اللي هي بتسهل وتسهل وتديني مور اند مور انفورميشن في الموضوع، اصبح الموضوع فعلا المعلومه بتصل الى واحد اس ان، حيث ان الموضوع فعلا بيتضاعف بشكل كبير قوي، مش واحد طبعا، هي 10 اس ام، عشان واحد اس ام لا تعني بالنسبه لنا شيء.
فيها، فأصبح كل الأفراد اللي معايا في المشروع لابد إن هم يتدخلوا، سواء بداتا هم بيحطوها أو بداتا هم بيعرفوها من الموضوع وبيبتدوا يشتغلوا عليها. بيزيكلي برضو لما بنتكلم على الانتجريشن بنتكلم على الكونستراكشن مانجمنت، جنرالي سبيكينج ات ماست هاف 5M 5A. واتس وات وي كول 5 فاونديشنز. 5M مين ماتيريال ماشين ماني مينت، دي وات اي نيد تو مانج. عموما لازم امانج الرجاله بتاعتي، لازم امانج الخامات بتاعتي، لازم امانج الماشين والمعدات بتاعتي، لازم امانج الفلوس بتاعتي بتتصرف ازاي، لازم امانج حتى الوقت بتاعي بيتصرف ازاي. دي ال 5M بالنسبه لنا، وال 5As اللي فيهم ايه الاكشنز اللي احنا المفروض اعملها على كل واحد من ال 5M دول. فلازم ابلان، لازم امونيتور، لازم اكونترول، لازم اوبتمايز، لازم افوركاست ايتش ايتم اوف ذا 5M. فلو عندي خامات لازم ابلانها استخدامي على مستوى المشروع كله، لازم امونيتور هذا الاستخدام او هذا البلان او هذا البادجت اللي انا حطيتها. وبلان مش بحط بادجت از اماونت ابدا، لازم احطها بتوزيع، توزيع اوفر تايم، توزيع تكون منطقيه منطبقه مع بنود الاعمال بتاعتي او البي او كيو ايتم، ومتوزعه بشكل قوي وبشكل جيد مع كمان البلان اكتيفيتيز بتاعتي اوريدي ابديتد بالنسبه لي. ما يبقاش انا بتكلم في بيز لاين في الهيد اوفيس وعمال احط بلانز قويه وعظيمه ما شاء الله، وفي الاخر السايت شغال على بيز لاين قديم، او لا ده الاستشاري شغال معايا بتاع الاونر شغال معايا على نوت ابديتد فيرجن من البيانات بتاعتي، فبالتالي كل الكلام ده اتسفيك. عشان بس نتفق عليها، لازم بشكل او باخر كلنا بلا استثناء من ال 12 ستيك هولدر بتوعنا اللي اتكلمنا فيهم في بدايه الموضوع از كونستراكشن مانجمنت، لازم كلنا بنتكلم على بيزك فاونديشن واحده، بيزك انفورميشن واحده. ما ينفعش ابعت اللوح مثلا بتاعت الشوب درون بتاعت الحفر، فعقبال ما تجي لي وعقبال ما ريفيوها وعقبال ما الكلام ده كله يكون هو بعت لي الفيرجن اللي بعدها. الفيرجن اللي بعدها طبعا ده المانيوال بيز، لكن بنتكلم بقى في فكره الكلاود عموما. لا خلاص، هو الراجل عمل سبمنت ابديت ابروفد، هي وصلت عندك من قبل ما انت تفكر اصلا، مو محتاج، مش محتاج بقى تبص وراء خلافه. اصبح حتى من فكر الدم بشكل كبير قوي، اصبح ان البلاتفورم دي نفسها ومن ضمنها زي بيلدرز از كلاود بلاتفورم هي اللي بتطلع لك الاختلافات، وهي بتقول لك اه بص الفيرجن 56 عن فيرجن 57 الموضوع اختلف ما بين هنا وهنا. فبالتالي بقت بتوفر عليك وقت كتير قوي، وان انت ازاي تقدر تكنترول وتمانج الكلام ده كله. ثم طبعا اللي هو فكره الكنترول بقى لل 5 ام بتاعتنا، والاوبتمايزيشن اوف يوسج اللي انا بستهلك بيهم، لان انت خلاص بقى عندك انستنت مونيتورنج وانستنت كنترول. زي ما قلت لحضراتكم دي كيس حقيقيه حصلت معايا في كثير من المشاريع لفتره من الفترات ما قبل فكره الكلاود بلاتفورمز عموما وفكره زي بيلدر تحديدا، ان الداتا بتاعت شهر 11 بتجي لي بعد نص واحد، فعقبال ما انا براجع المعلومه تبقى خلاص اللي باظ باظ واللي خرب خرب زي ما بيقولوا. اقصى حاجه وصلنا لها في بعض الشركات الداتا بقدر اعمل لها كولكشن واشوف الداشبورد بتاعتها واشوف مشاكلها بعدها بشهر، وده كان اعظم انجاز احنا حققناه بعيدا عن ده. نتيجه زي ما كنا بنتكلم الفوضى الخلاقه في حجم المعلومات المتبادله ما بين الادارات وبعضها، ولا اصل انا بطلع المستخلصات يوم كذا، لا ده انا المحاسب بيقفل معايا يوم كذا. كل هذه المواضيع اصبحت من الماضي السحيق، لان كل البيانات لازم بتخش لحظيا، كل البيانات لازم بي ساتسفايد في الانستنت بتاعتها بالظبط، سواء كبروجريس او خلاف. ثم اخيرا دخلت الاي اي تحديدا، عشان بس نبقى متفقين في فكره الفوركاست، ان هو بناء على معدلات ادائي انا في المشروع ده تحديدا في الايتمز دي، او بناء على الاكتيفيتيز دي والديوريشن بتاعتها. هنا بقى بتدخل الباشمهندس زميلنا واتسون اوف اي بي ام، ان هو تم تدريبه على تحليل هذه البيانات بدون معرفه الاستراكشر بتاعها زي ما بيقولوا، وبالتالي بشكل او باخر اصبح هو بيقدر
الكلام ده كله، ويقدر يجي لي عند كل انستنت تايم يقول لي اه والله انت مثلا المشروع بدأ من 3 شهور ومدة المشروع سنة، فيقدر يفوركاست ويتلام معايا على حجم ال 5M اللي موجودة معايا بالبي او كيو بالداتا اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها، ويقول لي اه والله يبقى انت المفروض تخلص المشروع متأخر شهرين بتكلفة زيادة زي 25% بالأرقام متقسمة على بند وريسورس ريسورس، بيزد على ايه؟ بيزد على الهيستوريكال داتا بتاعتي انا في المشروع ده، وانا كاكسكيوشن او بروجكت مانجر اخر شهر واخر 3 شهور والافريج من اول المشروع لغايه وقتنا الحالي. فاصبح حجم الداتا اللي حضراتكم بتشوفوها هو حجم عنيف جدا وحجم قوي جدا جدا، ومع هذا طبعا واتسون ما شاء الله از فيري لارج اي اي انجن، فبيعمل المعلومات وبيحلل المعلومات دي كلها فيما لا يقل عن 45 ثانية، بيرجع لي بالريزلت بتاعتي كلها على مستوى البنود. برضه نفس الحكاية، الميزة الأهم بالنسبة لي في أي كلاود بلاتفورم بنتكلم عليه إن لازم يبقى موجود معايا في كل مراحل المشروع، من بداية من التندرنج، البري كونستراكشن، الكونستراكشن، الانيشيشن، البلاننج، الاكسكيوشن، الكنترولنج، لغاية ما بوصل للهاند اوفر للاونر. ولو مشروع انا اللي ببقى متوليه كبروبرتي ديفلوبر، فبيخش معايا كمان في فكره الفاسيلتي مانجمنت والاوبريشن مانجمنت التاليه، لان كل المعلومات دي تمت عليه. ده كله، هل ده الكلام ده زي ما احنا بنقول هل ده المطبق ولا دي توقعات؟ لا، الكلام ده مطبق بالفعل في ال 28 مشروع اللي احنا بنتكلم عليهم دول الاكتف بروجكت. طبعا الحمد لله سلمنا حوالي 36 مشروع في خلال السنوات الماضية، كلها الحمد لله زي ما كنت بقول لحضراتكم كلها مشاريع من الميجا بروجكتس بالنسبة لنا. بنقدر من أول مرحلة التندرينج خالص لغاية ما بنعمل هاند أوفر بكل الأيتيمز اللي إحنا بنتكلم فيها. طيب نبتدي بقى بعد ما اتكلمنا على الكلاود والكونستراكشن مانجمنت، وفكرة ربط الكلاود مع الكونستراكشن مانجمنت تحديدا زي ما كنا بنتكلم فيها في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط، وهو الاوبيك زي ما بنسميه ريلاتيف للكونستراكشن مانجمنت حول العالم. وزي ما قلت لكم دي يعني كنا بنحاول نواجه او نحل مشاكلنا اللي احنا كنا بنواجهها فيها. فهنبتدي سيشن سريعا او بناء على فكر الانترو اللي اتكلمنا فيه. طب كونستراكشن مانجمنت هيفرق معايا فعلا ان انا استخدم الكلاود واستخدم الاي بي دي واستخدم البم بشكل او باخر ولا لا؟ وده اللي ان شاء الله هنقدر نكفره سريعا مع بعضينا. كل اللي فات احنا كنا زي ما كنا بنتكلم كده بنحاول نابلاي فكره الكلاود، نابلاي فكره الاي بي دي، نابلاي فكره هل هي تنفع اصلا معانا في الكونستراكشن مانجمنت عموما ولا لا؟ وده في حد ذاته اللي فيها. هنبتدي نمسك اول جزء في الكونستراكشن مانجمنت تحديدا، اللي هو فكره البلاننج سيستم، وازاي نقدر نايدنتيفاي ونطبقه بالنسبه لنا ككونستراكشن، وازاي نفهم الديفينيشن بتاعته فيها زي ما بيقولوا، ازاي نقدر نبتدي فعلا نشتغل عليه. طيب قبل ما نبتدي في فكره البلاننج عموما لازم نبقى فاهمين هو ايه اللي بيجي لي وايه اللي بيطلع من عندي. فانا كبلانر اوف كونستراكشن لازم بشكل كبير قوي لازم تبقى معايا الكونتراكت انفورميشن والدروينج والسبيسيفيكيشنز والافاليبل ريسورسز والبيل اوف كوانتيتيز والسايت ريبورتس والاورجانيزيشن داتا والكونستراكشن ميثود. كل ده لازم يجي لي عشان اقدر ابتدي اطلع الاكتيفيتيز والريليشنز والميثود ستيتمنت، هنبني الموضوع ده ازاي والريسبونسابيلتيز اللي فيها والنتورك دايجرام والاكتيفيتي ديوريشن بتاعتها والكوستات اللي احنا بنتكلم فيها. طبيعي عشان اقدر احط البلان، بلان اوف 5M زي ما بنتكلم فيها، بلان اوف تايم، بلان اوف من، بلان اوف ماشين اند ماتيريال فيها، فانا محتاج كل الريليشن دي.
كانت المشكلة العظمى لكل الناس اللي عدت بس كده على إدارة التخطيط والمتابعة إن الناس دي كانت بتتعذب. ليه بقى؟ هو مش هم دول طبعا اللي بيتعذبوا، بس هو كل الناس يعني الأصدقاء والزملاء والإخوة بالنسبة لنا في موضوع السيفل انجينيرنج والكونستراكشن مانجمنت تحديدا بنتعذب يعني ما شاء الله. ليه؟ لأن حجم الداتا دي كلها اللي حضراتكم شايفينها دي المينيمم اللي فيها، حجم التغييرات اللي بتحصل فيها، حجم الافتكاسات والافكار اللي بتيجي فيها، عشان في الاخر اطلع حيا الله برنامج زمني بس يا دوبك هيقول انا محتاج اصرف كام واجيب ايه وادفع واطلع الاي ارات بتاعتي امتى، ومحتاج اطلب بالذات في الحاجات اللونج ليد ايتم في البروجكتس محتاج اطلبها قبلها بشهرين ثلاثه، فاوبا البلان اتغيرت، انت ما قلتليش، لا ده ما حصلش. في طبعا حجم من المهازل والخارقة للعادة كان بتحصل نتيجة الانفورميشن الان اللي انا منتظرها، واللي انا للاسف بتبقى اشياء كتير قوي مش موجودة ومتاحة عندي بس بتجيلي. وخلاف هذا الابديتس طبعا از دروينج زعيمة الموضوع، البيل اوف كوانتيتيز الافاليبل ريسورسز اللي فيها والكونستراكشن ميثودز المسموح بيها كمان في شغلي، كل ده انا ببني عليه شغلي، اللي هو بقعد لفتره من الفترات اهد وابنيه اهد وابنيه اهد وابنيه ما لا يقل مثلا عن 47 فيرجن. ده رقم حقيقي بس عشان نبقى متفقين، في احدى المشاريع مش هقول الكبيره، احدى نقدر نقول المتوسطه واقل من المتوسطه اتغير البلان اوف اكتيفيتيز 47 مره في خلال المشروع. مش بروجرس والعياذ بالله، ومش تاخيرات برضو عشان نبقى متفقين عليها بدون كلام، لكن عشان كل حاجه كانت بتتغير بالنسبه لي في الموضوع. ما شاء الله واضح ان الناس كلها جيت لهم يعني كلنا يعني جينا على الوجيعه. الموضوع مش محتاج كور، هو الموضوع محتاج تسليك دماغ شوية، محتاج work smarter زي ما كنت بقول لحضراتكم، don't work harder عشان الواحد ما يتعبش نفسيا قبل ما يقدر يتعب فيها. طبعا أهم حاجة عشان نقدر نقول فعلا الـ outcome اللي طالع من عندي اللي هو good plan يبقى based على إيه، لازم يبقى clearly defined بالنسبة لي و practical objective، حاطط الـ objective بتاعت الحاجة بتاعتي بوضوح اللي فيها، لازم تكون سامبل، لازم تكون فلكسبل بقدر اغيرها في اي وقت زي ما قلت، نتيجه ان ممكن تتغير فعلا في اوقات كتير قوي، لازم تكون ايزي تو كنترول، ابروبر ستاندرد للشغل، ما يبقاش كل توبيك بتتكلم بفكر مختلف، لازم اشوف دائما واراقب الاكزيستنج ريسورسز عموما سواء الماشين او المنز او الماتيريال او خلافه. الميجر ستيب طبيعية عشان ابتدي احط بلان لاي مشروع موجود عندي، فلازم ابتدي احط البروجكت اكتيفيتيز وات هعمل ايه، استابليشنج اللوجيك بتاعتها والريليشن ما بينها ما بينها وما بين بعضها اللي هو احنا بنسميها، اقدر ابريزنت الموضوع كتيبل ونتورك وتشارتس، استيميت الاكتيفيتيز بتاعتي ديوريشن وكوست اللي هو اقدر اعملها وين اقدر انفذها. ما شاء الله احنا بقينا بنتراهن اكتر عدد مرات غيرنا فيها البيزد، ففي ناس بعتها ان هو 6 مرات بس، لا 6 مرات ده الطبيعي يا باشمهندس، احنا لازم نعدي، لازم يبقى الموضوع بالنسبه لنا مختلف طبعا عن كده. تمام. طبيعي بعد ما بحط الاكتيفيتيز لازم سوري ده اول ما بيجي لي البلان وابتدي اظبطها لازم ابتدي اشتغل الاول على الورك بريك داون ستراكشر، وهو فكرته كلها ان انا ازاي اقدر اعمل هيراركي ستراكشر، اشتغل الموضوع ازاي سيفل كفيزيكال ستابس وورك اليمنتس زي ما احنا بنسميها او بنسميها ورك باكجز في الموضوع، هشتغل سيفل وبعد كده بلمبنج وبعد كده الكتريكال، طب السيفل هشتغله فاونديشنز وبعد كده وولز وروفز وخلافه، ملوش علاقه اكتر زي ما بيقولوا بالترتيب البنى بس بنسميها باكجز، باكجز اوف فانكشن زي ما بنسميها، وبعد كده نبتدي نخش ليه انا بجهزها عشان ابتدي اشوف الموضوع من سكوب اعلى وابتدي اقسمه وكنترول عليه، ابتدي اخش فكره البروجكت اكتيفيتيز بالنسبه لي، والبروجكت اكتيفيتيز دي اللي احنا فعلا بنبتدي نخش بقى على الليفل الاقل فيها
عشان ابتدي اشوفها زي ما بيقولوا، وابتدي اشتغل على الليفل اوف ديتيلز. كل مشروع على حسب الليفل اوف ديتيل بتاعه وكل التفاصيل اللي احنا فعلا تايبس. طبعا لازم ابقى عارف في دماغي هو ايه الاكتيفيتي دي، لازم يبقى فيه هل هي برودكشن اكتيفيتيز زي اللي هي تتاخد من الشوب دروينج على طول وبديها للسبلاير او الفابريكيشن بتاعي فيها مرة تانية، سواء او المانجمنت الاكشنز اللي هو فيها ابروفلز او سايت استابلشمنت او خلافه، او فيها بروكيورمنت وهي دي المور اند مور كريتيكال دايما اللي احنا بنتكلم فيها، نتيجة اللونج ليد تايم والاكويبمنت ديليفري والماتيريالز تايم بتاعتها. الريليشن شيب طبعا ما شاء الله احنا اعتقد كلنا خبراء فيها، هم المينلي فور اكتيفيتيز ريليشن شيب، بالذات وانا بحط البلان. يعني انا كده حطيت ال WBS، من ال WBS جهزت الاكتيفيتيز بتاعتي، فهمت الاكتيفيتيز دي هو ايه التايبس بتاعتها اللي فيها. لازم ابتدي احط زي ما كنا بنتكلم في الستيج الثانيه بالنسبه لنا، ابتدي ابيلد اب ريليشن شيب ما بين كل اكتيفيتي والثانيه. الريليشن شيب دي هي اللي بتحدد لي مين بيشتغل عليه as a sequence of logically sequence، مش لازم حتى time of duration ولا حاجة. فعندي الأربعة الرئيسيين finish to start، finish to finish، start to start، start to finish. والشهيرة بالنسبة لنا لو أنا جاي ببني في مبنى فلازم ما أقدرش أبني العواميد غير لما أكون خلصت القواعد، ما ينفعش أصب السقف غير لما أكون خلصت العواميد، ما ينفعش أطلع بالعواميد بتاعة الدور التاني غير لما أكون صبيت السقف بتاع الدور الأولاني. دي كلها finish to start. في حاجات ممكن نقدر نمشيها finish to finish، لازم دي تخلص مع دي أيا كانت الديوريشنز بتاعتها، زي مثلا بعض أعمال التشطيبات أو مع الـ MEP. فكرة start to start زي ما كنا بنتكلم فيها في issues كتير قوي، أقدر أشتغل على لازم ان التو تاسكس دول يبتدوا مع بعض، مش مهم يخلصوا مع بعض ولا لا، بيزد على الفانكشن بتاعتنا. اللي فات سريعا ده ببساطه شديده جدا هو ملخص، هو يعني ايه بلاننج، يعني ايه كونستراكشن بلاننج تحديدا، ويعني ايه دبليو بي اس، ويعني ايه اقدر اتكلم في الاكتيفيتيز والاكتيفيتيز ريليشن شيب ما بينها عشان اقدر اطلعها. وشوفنا حجم الداتا اللي احنا بنتكلم فيها واللي هي انبوت واللي هي اوتبوت بالنسبه لي. من هنا هبتدي اشوف طب هو هيفرق معايا فكره الكلاود بشكل كبير مع الكونستراكشن بلاننج ولا لا. ايا كان الكونستراكشن بروجكت مانجمنت او بلاننج مانجمنت تول لازم يبقى فيها بشكل او باخر CPM او جانت شارت، تيم سكادولينج، بيدنج لينكينج عشان اجيب منها موضوع ريسورس الوكيشن، بيم لينكينج عشان اطلع منها الفور دي والفايف دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اكسكيوشن مانجمنت اقدر اتابع من السايت اوتوماتيك مش محتاج يبعت لي داتا شيت او اكسل وانا ارجع ادخلها مره ثانيه، كومباريزون لحظي ووقتي ما بين البلاند والفيرسس اكشوال اللي بيتم تنفيذه على الارض الواقع، بالتالي عشان ابتدي اقدر اشوف الدنيا نفسها تبقى شغاله معايا ازاي. وده اللي احنا هنشوفه. اول حاجه لازم طبيعه الحال، ودي اعتقد مشكله كلنا بنواجهها دائما، غالبيه 99.9 بنشتغل على اوراكل برافيرا، وهو سوفت وير يعني قوي جدا وقادر جدا على حاجات كتير، وان كان عندنا ايشوز بالنسبه لنا فيها اللي هي فكره ان هو ديسكتوب. فبالتالي عشان انا في الهيد اوفيس عايز ابعتها للبروجكت مانجر اللي موجود في السايت، فلازم ابعتها له بشكل او باخر، يا اما PDF وهو يبص عليها، يا اما ببعتها له XER او XML فهو يبتدي يفتحها الناحيه الثانيه، لا دي ما نفعتش، لا ده ما حصلش ابديت، ونقعد نبعت لبعضينا الداتا رايح جاي كده مع كل بروبس. لا، الموضوع ده خلص خلاص في خلال العقد الماضي زي ما بيقولوا، بقى اصبح الموضوع بقى عندي ما يسمى بالكلاود CPM انجن، فيها بقدر ابيلد اب او امبورت على طول، وبيلد اب واديت وفيو وابروف وريفيو كل الاكتيفيتيز والاونلاين اديتور بتاعي، والبيز لاين مانجمنت لو انا اتغير عندي سواء 6 مرات زي ما كنا بنتكلم اون ماي تابلت او موبايل او اللابتوب بتاعي، جاست من غير ما بنزل اي سوفت وير مخصوص عليه بقدر اخش عليه من اي مكان. مدير المشروع عمل لي ابديت للبروجرس بشكل او باخر، انا حبيت ابعت له ابديت للبيز لاين،
جاست ان انا عملت ابلود خلاص هو شايف المنظر اللي حضراتكم شايفينه از سي بي ام انجن او كريتيكال بوست مانجمنت انجن كامل، ويقدر يبتدي هايلايت عليا كل البيانات بالنسبه لي. فمن هنا اصبحت الافاده الرئيسيه ليا ككونستراكشن بلانر او بلاننج انجينير موجود في السايت ان انا مش محتاج ابديت، خلاص هو الناس كلها ابديتد، محتاج اللي محتاج معلومتي اللي موجوده عندي كبلاننج يقدر ببساطه شديده جدا يخش على المشروع، يخش على الاونلاين فيور بتاعي ويقدر يشوف كل الابديتس، بل بالعكس يقدر يقارن كمان لو عندي كذا بيز لاين او عندي كذا بروجريس، فيقدر يشوف الفيرجن ابديتس او الهيستوري ابديت اللي موجود عندي بشكل كبير. نبدأ بقى في تركيبات. اول حاجه زي ما كنا بنتكلم فيها، لو انا محتاج عايز ابتدي احط الريسورسنج بالبي او كيو ايتم اللي موجوده، فكان اكون صريح مع حضراتكم بتشل عشان ادخل البي او كيو ايتم بتفاصيلها بالكميات بتاعتها بالريسورسز اللي موجوده تحتها بالبرايسنج اللي موجود فيها عشان ادخلها واقنعها على ايا كان البرنامج اللي بشتغل بيه عشان ابتدي اعمله ديسكتوب على ديسكتوب ابلكيشن، عشان بس عايز افك زي ما بيقولوا البي او كيو ايتم على الاكتيفيتيز الموجوده عندي. اصبح الموضوع اوفر كلاود، ما فيش اي حاجه اكتر من دراج اند دروب زي ما بيقولوا، اسحب البند زي ما حضراتكم شايفين هنا، اسحب ده بند عمل او بي او كيو ايتم اسمه لين كونكريت 150 كيلو جرام على المتر المكعب فورم ورك انكلودد. انا المشروع بالنسبه لي الكميه المتعاقد عليها فيها هي كميتها اكس، ده اللي هي الكونتراكت بتاعتي 632، انا عايز انفذ في النشاط الفلاني او في الاكتيفيتي الفلانيه كميه 32 متر مكعب اليوزد في ما سبق 56. هو لوحده بدا يوزع كل الريسورسز اللي موجوده تحتيها بالكوستات بتاعتها بالبرودكشن ريت بتاعتها على الانشطه والاكتيفيتيز بتاعتها بالازمنه بتاعتها، فاصبح اوتوماتيك عندي المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ان انا بقيت بقدر امسك ريسورس ريسورس من غير ما اعمل سطر اكتر من اللي حضراتكم شفتوها سابقا، ان انا عملت دراج اند دروب بي او كيو ايتم اوفر اكتيفيتيز اوفر كلاود اوفر ابديتد داتا على طول. اصبح بالنسبه لي بيطلع لي الريسورس هيستوجرام زي ما بنتكلم فيها اون ديلي بيز، الستير ريبورز التايرز السبيسرز السمول تولز الماشينري والبلاستيك ماتيريالز الفلورينج والوور ماتيريال، كل الداتا بتاعتي احتياجاتي كريسورس هيستوجرام اصبحت بتطلع جاست لايك ذس زي ما بيقولوا. انا ما دخلتش اي بيانات ايا كان اداره البيدنج، اداره التكنيكال اوفيس بالنسبه لي غيرت البنود غيرت التسعير غيرت معدلات الانتاج، انا ولا بعرف حاجه، هو لوحده السيستم بيريجنريت كل الارقام دي كلها ويبتدي يظبط معايا الريسورس هيستوجرام بدون التدخل فيها. اقدر كمان ابتدي اتفرج على الاس كيرف بالنسبه لي ككاش فلو في الموضوع، فبالتالي بقيت بقى اقدر اشوف الكيرف بتاعي وزياده المعدلات في اي فتره اكتر من الفترات اللي بتاعتها، بل بالعكس بقيت بقدر اطلع ما يسمى بالنيدز بلان للمشروع اوفر مانثلي بيز للخامات بتاعتي اللي موجوده وتاريخ البدء فيها، انا محتاج الكميات دي في وقت كذا وخلافه. اصبح الموضوع بالنسبه لنا فيها معدل سريع جدا اقدر اطلع كل الداتا. طبعا فكره بقى الاسعار والمعدلات زي باشمهندس احمد سمير مثلا ان هو بيسال الاسعار بتاعه كل بند، نرجع للشاشه هنا، كل بند من بنود البي او كيو ايتم هو اوريدي الناس بتوع البدن او الاداره الفنيه بالنسبه لي لازم بتدخله كبند وريسورس موجود تحتها بمعدل الانتاج بتاعها بالبرايس تمبلت زي ما احنا بنسميها، ان مثلا عندي حديد تصليح مستخدم في اكتر من 500 بند من البنود، انا مش محتاج ادخله تحت كل بند، انا بعمل له حاجه اسمها برايسنج تمبلت للمشروع ده للمنطقه دي للريجون دي او للزون دي، فبقدر اقول اه والله اذا سعر طن الحديد في هذه المنطقه بقى 11000، ال 11000 دي لو انا غيرت واستخدمتها في ال 500 بند كلهم وحبيت اخش على البرايسنج تمبلت وخلي سعر الحديد مش 11000 لا ده سعر الحديد وصل ما شاء الله ل 15 16000 اوريدي، هو سمع في كل البنود بتاعه البي او كيو ايتم وكمان سمع معايا اوتوماتيك في البلاننج ريليشن اللي احنا بنتكلم عليها سواء كريسورس هيستوجرام
او كاس كيرف بدون ضغطة زر مني انا كبلانر او من الابديتس. ليه؟ زي ما انا كنت بتكلم مع حضراتكم فكره الكلاود والشيرنج الانفورميشن ثرو ما يسمى بالاي بي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري، بقيت المعلومات متراكبه على بعضها، فبالتالي انا مش محتاج اعيد حساباتي، بقى في مهندس زميل قاعد جوه زي بلبر وظيفته كلها اول ما بتيجي المعلومه بيبتدي يقضيتها لكل الناس المربوط معاهم هذه المعلومه والمسموح ليهم طبعا يشوفوا هذه المعلومه بشكل او باخر. زي ما كنا بنتكلم فيها هنا، دي الكميات المطلوبه ودي اللي بتتبعت على طول لاداره الاحتياجات مسبقا ليها. ولو انا في الاكتيفيتيز اللي انا حاططها، لا انا محتاج اطلب اشتري بعض الخامات بشكل او باخر قبلها بمده، فبقدر اظبطها بالنسبه لي هنا. بكميات الدقيقة زي ما احنا شايفين حضراتكم ان انا ممكن اوصل لليفل اللي هو 23 متر مكعب بوينت 2 9 عشان بس تمام. باشمهندس سعيد بيسأل هو البرامج دي في حد شغال فيها في مصر؟ باشمهندس سعيد، زي ما قلت لحضرتك احنا حاليا في اكتر من 28 مشروع في العاصمة والعالمين وفي السعودية وفي قطر وفي غانا وفي تنزانيا بيستخدموا زي بلدر بالفعل بهذه التكنولوجي اللي احنا بنتكلم فيها. من اكتر من لو من ترتيبهم يعني اول مشروع زي ما قلت لحضراتكم من 2013 تحديدا بيسأل فيه عليه. تمام. طيب فكرة برضو نفس الحكاية، البم تحديدا، وان انا كراجل بشتغل فعلا بموضوع البم وعندي المشروع بتاعي، فيا اما بضطر ان انا بيبقى عندي الريفت بشكل كبير او بس طبعا نتيجة التقل بتاعه لازم يبقى ليه هاردوير مخصوص وخلافه. فاحنا ريحنا نفسنا وعملنا ما يسمى بالبام الاونلاين بام فيور، اللي هو زي ما حضرتك شغال بام ريفت تكلا بنتلي، بتسحب كل المعلومات بتاعتك الموجودة عليه وبترفعها اونلاين على السيرفر على البروجكت بالديفينيشن بتاعك. فبالتالي بقدر ثرو اونلاين نافيجيشن وسيرش الكاتيجوريز والفاميليز اللي موجوده عندي اعملها اكسبلورنج او سيرش عليها عادي جدا، او نافيجيت وروتيت وهايلايت وريفيو واعمل اكسبلورنج بوكس اللي محتاجها واشو هايد كل الديفينيشنز دي، كل ده على الموبايل بتاعي او على التابلت بتاعي او على فيري اليمنتري بي سي زي ما احنا بنتكلم فيها، باختلاف طبعا الاهم بالنسبه لي وده المشاكل الضخمه اللي احنا كنا بنواجهها نتيجه اللينكج اللي بيحصل على الديسبلين الكتير بالنسبه لنا. ففكره ان انا يبقى عندي كونكريت ستراكشر واشتراكت موديل وستيل ستراكشر، كل ديسبلين شغال لوحده وهو في الاخر في كلاود سيرفر بشكل قوي، اقدر فعلا افيجواليز واتفرج ونافيجيت واكسبلور الفول موديل بدون احتياج لهاردوير على جهازي انا يكون قوي قوي، لان خلاص احنا نقلنا كل الكالكوليشن والفيجواليزيشن افكت دي نقلناها على الكلاود سيرفر اللي هو بالتاكيد كداتا سنتر بشكل كبير قوي وضخم. اولها بما ان انا بقيت بلاننج انجينير قوي وعندي داتا كلاود بشكل ممتاز وبتاع والكلام ده كله، فاول حاجه لازم اربط ما بين البم والكلاننج فيها. دي بتقدر تديني حاجات كتير قوي من ضمنها الكونستراكشن سيكونس واشوف الدنيا فعلا فيجوال ازاي. ولو بنتكلم على ده مشروع مثلا، شايفين هنا دي التواريخ الموجوده في الاكتيفيتي بلان الحقيقيه لاداره الاحتياجات، سوري لاداره التخطيط، هي حطها لي فعلا. وفي نفس الوقت الموديل ده الناس بتوع التكنيكال اوفيس او الناس بتوع الشوب دروينج او الناس بتوع البيم موديل او البيم تيم هو اللي بيدخلها لي اوريدي ابديتد اوفرول على طول معايا. انا عشان اجنريت ده حاجه اوتوماتيك بتجنريت بيزد على الاكتيفيتيز اللي اوريدي ابديتد ليتست وبيزد على البيم موديل اللي اوريدي الناس بتوع البيم تيم بيقدروا يرفعوها اوتوماتيك،
لان موضوع الكوميونيكيشن او الكونكشن او الانتجريشن دي تمت مره واحده، والسيستم نفسه قدر يفهم الريليشن اللي ما بينها وما بين بعضها لغايه ما قدرت تطلع بالبلان لغايه اخر فتره المشروع. لا تتخيلوا، عشان برضو نبقى متفقين للناس اللي اكيد في حضراتكم اشتغلوا كفور دي او كونستراكشن سيكونس، حجم المشاكل اللي احنا اكتشفناها في مشاريع جوه مصر، بره مصر، في الخليج، في افريقيا، في امريكا نفسها هي ويوروب، بيزد ان انا اخيرا قدرت اشوف المبنى بتاعي او البلدنج بتاعي بشكل كبير قوي وهو بيتبني قبل ما يتبني، فبكتشف مشاكل. لا ده المفروض الشيلر كان يتحط قبل ما صوب السقف، لا ده بدأنا نخش، لا ده في مشكلة ان انا السبيسنج عندي في البيزمنت، لا في مشكلة ان انا عارف مش عارف اعمل التوصيلات بتاعتي في خلال السنتين اللي فاتت دي، بيزد ان انا شفت الكونستراكشن بين قوسين الابديتد كونستراكشن سيكونس اللي احنا بنتكلم عليه. لا تتخيلوا ان ده فرقت بالنسبه لنا فعلا قد ايه. الموضوع بيبقى فعلا فارق بالنسبه لي بشكل كبير قوي. طبعا فكره الكوردينيشن للناس اللي هي بتسال عليها، ودي بالفعل موجوده بالنسبه لنا زي ما بيقولوا فيها، اللي هي فكره ان انا جوه هنا بقدر اديتكت الكلاش ديتكشن اللي حاصل ما بين الفيرجن او الاليمنتس وبعضها، ودي اللي احنا بالفعل اكيد احنا كلنا كنا بنبقى محتاجين فيه. طيب فاذا اصبح بالنسبه لي من فريقين كانوا بيبقوا شغالين بعيد عن بعض، اللي هو الكونستراكشن بلاننج والفريق التاني بتاع البام تيم، وازاي بقيت اقدر اطلع جاست من مره واحده قدرت بدات اتفرج على الكونستراكشن سيكونس بالنسبه لي واقدر ابتدي اشتغل عليه. ايا كانت الابديتس خلاص انا مش ماليش دعوه بالابديتس، الراجل بتاع البلاننج غير الديوريشن، غير الاكتيفيتيز، غير الريليشن، انا ماليش دعوه، انا الكونستراكشن سيكونس بتاعي حصل له ابديت. الناس بتوع البام تيم نتيجه الشوب درونج والتعديلات اللي اتبعتت لي من استشاري، هو لوحده اوريدي بيقدر يكفر الكلام ده كله ويريكونكت الموضوع. بالنسبة لي استخدامات البلاننج برضو اوفر كلاود واوفر بام، عشان يبقى الاثنين بالنسبة لي مربوطين زي ما بيقولوا. فكرة الفيلد اكسكيوشن وورك، احنا كلنا بشكل او باخر عدينا على موضوع ان احنا مهندسين تنفيذ، فاللي كان بيحصل اخر اليوم اخر الاسبوع ببقى ماشي طول النهار باللوحة ومعايا الماركر بألوان مختلفة، كل شوية أعلم والله الحتة دي خلصتها النهاردة، الحتة دي شغالين فيها، الحتة دي لسه هنشتغل فيها زي از لوك اهيد للأسبوع الجاي أو للديوريشن أو للانترفل زي ما احنا بنسميها الانترفلز اللي جاية. برجع أبعتها للمكتب الفني اللي معايا في الموقع، يبتدي يحصر الكميات، ونحصر الكميات ببتدي أشوف وانا نفذت ايه امتى ازاي. طبعا عقبال ما كل الاوبريشن اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبقى ابديتد، غالبا بيبقى فيها من اسبوع لاسبوعين. اصبح الموضوع انا بالنسبه لي باستخدام الكلاود واستخدام البم واستخدام البلاننج افكت اللي موجود عندي عشان اتابع حجم الفيلد ده بقى، وانا ماشي انا كراجل مهندس سايت عادي خالص، ماشي بالتليفون بتاعي، ماشي بالتابلت بتاعي، ايا كان، كل اللي بعمله ان انا بختار زي ما بيقولوا كده هذا الحائط، ان انا بقول نفذته في هذا التاريخ فيها، وبقول ان هو completed او uncompleted في الموضوع، وببتدي هو لوحده السيستم ككلاود بلاتفورم او كزي بيلدر بيقدر يروح حاصر الكميه جهز لي على طول اون ديلي بيز، وانا ما عملتش اي حاجه غير بجاست وان كليك ان الموضوع بالفعل بدأ اتحصلت كميته واترفعت البروجرس بتاعه وسمعت في البي او كيو ايتم، بل بالعكس كمان سمعت في الاكتيفيتي بلان بالنسبه لي كبروجرس. دي كانت دايما خناقه بتحصل ما بين الناس بتوع السايت والناس بتوع البلاننج. الناس بتوع السايت يقول له انا اعرف كميات ماليش دعوه بالنسب، فيجي يقول له لا طب ابعت لي الكميات وانا احولها بالنسب، ونرجع نتخانق مع بعضينا وكلنا اخوه في يعني في المرمطه اللي احنا بنشوفها صراحه في موضوع الكونستراكشن والسيفل انجينيرنج. ام element مع اكتيفيتي مع بي او كيو ايتم، الكلاود بلاتفورم ما يسمى بالزي بلدر
اصبح هو اللي بيقدر يجنريت، يقول اه والله انا كان عندي حجم كميه الاليمنت ده اللي هو الحيطه دي مثلا الفوليوم بتاعها قد كذا ريلاتيف للبي او كيو ايتم، فانا عملت برسنتج كذا، ويرجع يقضيت الاكتيفيتي اللي كانت مربوطه بيها، يقول اذا انا نفذت نسبه قد كذا. ولو حصل نفس الحكايه اي تغيير في البيم موديل او تغيير في الكميات، هو لوحده بيري ابديت الموضوع. الكومباريزون اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اي، لان انا دائما ولحظيا عايز اشوف اون 3 دي، مش اون سايت كمان، مش بالصور بس، عايز اشوف هو كان المفروض حتى تاريخه ابقى نفذت قد ايه، واللي حصل نفذت قد ايه. فبنشوف فعلا اللونين مختلفين هنا كموديل، ده في السيل ستراكشر بتاع احدى المشاريع فعلا بتاعتنا، ان لا في حاجات ان بروجرس وفي حاجات كومبليتد وفي حاجات متعلم عليها بالاحمر، دي معناها ان هي اوريدي ديلايد بالنسبه لي، ان هي كان المفروض تتنفذ وما اتنفذتش حتى تاريخه. فاصبح الموضوع انا فعلا بعد زي ما بيقولوا 18 سنه ثانويه عامه في الكونستراكشن، بدات اشوف ان المفروض كنت تبنيه، لا انا مش المفروض دلوقتي، ده كان لسه بعد شويه، لا ده اصبح الموضوع بالفعل بشكل فيجوالي واضح وصريح. بكده اعتقد ان احنا نكون ناقشنا مع بعضينا بصوت عالي على فكره الكونستراكشن مانجمنت بشكل عام، فكره البلاننج اوف كونستراكشن واختلافاتها، فكره الكلاود هو ايه وظيفته، فكره تطبيق الكلاود في الكونستراكشن مانجمنت عموما، وفكرته وتطبيقه. دي اول سيشن بنتكلم فيها في الكونستراكشن بلاننج تحديدا، والافاده بتاعتنا نقدر نكنترول عليها ازاي. ده كده ارجو طبعا ان اكون عرفت اوصل معلومه ليكو. في نفس الوقت تساؤلا زي ما كنت بقول لحضراتكم، الكلام ده مش يعني مش ضرب من دروب الخيال، الكلام ده بيتنفذ وبيتنفذ في مشاريع في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، بل بالعكس زي ما انا قلت لحضراتكم الموضوع بقى فيه احتياج شديد جدا ليه، نتيجه مشاكل كلنا بنواجهها، نتيجه سواء ربنا يعفو عننا جميعا هائجه كورونا زي ما بيقولوا، الشغل ريموتلي والمواقع وخلافه. فاصبح بالنسبه لنا الاحتياج ده فعلا احتياج شديد جدا، فبدانا نتجه ليه. بس يمكن الحمد لله احنا كنا بنفكر فيها مسبقا شويه، ان احنا بنحاول نريح نفسينا فيها شويه. لو في اي حد عنده تساؤل هبقى سعيد فيها، والايميل بتاعي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، وهبقى سعيد بالتواصل معاكم في اي وقت. ولسه ان شاء الله لو ما زهقتوش يعني من هذه السيشن، هيبقى فيه كام سيشن بنتكلم فيهم على توبكس مختلفة من التوبكس بتاعتنا في الكونستراكشن مانجمنت. ألف شكر لحضرتك يا دكتور، الله يكرمك، جزاكم الله خير. كان في حد بيسأل لو في إمكانية إن هو نسخة تجريبية. أكيد طبعا في نسخ تجريبية، بس فيها إيشو صغيرة، إن هي بتبقى نسخ تجريبية للشركات وليس نسخ للافراد للاسف، لان زي ما بنتكلم باشمهندس عمر طبعا زعيم معانا زي بلدر من سنين، الفكره كلها طبعا ان هو في معلومات كتير قوي بتخش، فبيبقى فرد واحد صعب ان هو يتعامل معاه لوحده. لكن في طبعا ديمو فيرجن للشركات متاح، ولو في حد مهتم اكيد هبقى سعيد بالتواصل معاه. تمام يا دكتور، هل في اي اسئله؟ في باشمهندس ايمن بيقول يعني نتمنى المحاضرات الجايه يبقى فيها تطبيق على مشروع بسيط تمام، اوكي ان شاء الله. مفيش اي مشكلة، سهلة. الله يكرمك. طيب في اي حد عنده اي اسئله؟ دكتور محمد موجود معانا، لو اي حد عنده اسئله. تمام، جزاك الله كل خير دكتور، شكرا لحضرتك، الله يكرمك. ربنا يخليك. تمام، وخلوا في سؤال، هو can we create or get directory the schedule from linking storage data Revit model؟ لا مش فاهم. هو عايز السكادول من الـ
الداتا والريفت موديل. طب لو سمحت يعني لما يسأل بالعربي لما يفتح المايك ويسأل على اه طول. بالظبط، لو باشمهندس سالم لو ينفع. السلام عليكم. تفضل. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. أخوكم سالم من تونس. أهلا أهلا بيك. هو الموضوع نربط المعلومات الداتا على الكوانتيتي كوانتيتي اوف كولونز اوف بيمز الموجودة في الريفيت والمعلومات الموجودة في معناها الكاباسيتي اوف ماشين اكويبمنت and get the duration running schedule directly اه نربط فهمت حضرتك، كاباسيتي عايز تربط الكاباسيتي مع الكوانتيتيز عشان تجيب الديوريشن اوف اكتيفيتيز، صح كده؟ yes especially the durations اوكي طيب. طبعا الكميات كده كده بيحصل تيك اوف دايركت على طول فيها، وبتتربط مع البي او كيو ايتم وبتتربط مع الاكتيفيتيز. اختلاف بس فكرة الديوريشن، هي الكاباسيتيز هتخش منين تفتكر؟ data في البلاتفورم شور، ما فيش فيها مشكلة، لأن احنا كده كده بنفكس الموضوع بالنسبة لنا كأكتيفيتيز، بنفكسها هل هي فيكسد ديوريشن ولا فيكسد برودكشن ريتس، فبالتالي نقدر نحطها كثوابت في الأكتيفيتيز ونقدر نسحبها عادي، ما فيش فيها مشكلة. directly yes. oh, power. شكرا بارك الله فيك. شكرا تمام الحمد لله. كان في، جزاك الله خيرا. تسلم تسلم باشمهندس. كان في باشمهندس حسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا دكتور مفيش كلام يقدر يصف هذا اللقاء. ربنا يخليك الحقيقة أستاذ أنا حسين. الصوت عندي مش واضح قوي، لكن الحقيقة المحاضرة أكثر من رائعة. حضرتك سامعني؟ أنا سامعك يا باشمهندس حسين. يا دكتور سامعك. حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني؟ طيب انا الحقيقه يعني انا يعني ما فيش كلام ينفع نصف بيه هذا اللقاء وهذا العرض الاكثر من رائع. الحقيقه انا مش وهذا ليس فيه اي نوع من المجامله، وسعيد جدا ان انا بسمعه، وان يعني الاستاذيه بتاعت حضرتك فوق الـ اي حاجه يعني. الحقيقه يعني لا ربنا يخليك يا باشمهندس، بشكرك جدا جدا على المحاضره، ده شو ده بس انا شيء يشرفك. في الحقيقه في موضوعين عايز اقول يعني اتكلم عليهم لاولادنا الشباب وسؤالين صغيرين بقى لحضرتك. الحاجه اللي عايز اقولها لاولادنا الشباب طبعا بعد خبره طويله، مش عايز اقول قد ايه عشان بس ما افضحش نفسي قدام حضرتك واكشف بقى العمر الطويل في الكونستراكشن، لكن الحقيقه حضرتك ماشي صح، والمفروض ان جميع الشباب اللي they are looking يعني for continuous improvement ما يفوتوش ولا كلمه في اللقاءات بتاعت حضرتك دي، ربنا لأنها يعني يخليك، ده مهمة شرف جدا ليا والله يا جدا باشمهندس جدا حسين. جدا. والله لا أجامل يا دكتور، والله لا أجامل، والله مش طبيعتي إن أنا بجامل يعني، بس أنا لازم إيه يعني نقول الحق يعني في الموضوع. فالريكومنديشن بتاعي الأول لأبنائنا اللي هم بشوف منهم دلوقتي نوع من الدبريشن يعني، أو نوع من إن هم زعلانين إن هم بيتعلموا حاجات كتير جدا وبعدين بيدخلوا في أماكن ما بيلاقوش تطبيق للكلام اللي هم بيقولوا عليه او تطبيق للمعلومات اللي هم بياخدوها. انا اللي عايز اطمنهم حاجه، يقول لهم كل واحد يظل ويصر على انه يعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسه، سيلف كونتينوس امبروفمنت.
وما يتاثرش باي حد يعني ايه يفت في عضده او يثنيه عن السكه اللي هو ماشيها، بس يمشيها بشكل ايه مخطط وبشكل استراتيجي وعارف هو رايح فين وهيخصص في ايه. دي لابنائنا الشباب واي حد يعني بيدخل في اي مجال يعني. ما يعني زمان كنت ما كنتش ببقى مبسوط مثلا من حد يعني داخل رايح داخل عشان شهادات عشان، لكن اي حاجه يتعلمها تبقى كويسه قوي. واللي هيرجع لحضرتك ويرجع ورا حضرتك عليها هيستفيد كتير جدا 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 جدا، وانا شخصيا استفدت كتير النهارده. بس ليا كذا نقطه تحت امرك. معايا يا دكتور. سامعك يا باشمهندس حسين. اول حاجه كنت اسال عليها ازاي انا الاي ار بي اول حاجه يعني في حاجات في الستيك هولدرز حطيتك حطيتهم حاجات كتيره يعني. التطبيق الاي ار بي دلوقتي مع السيستمز ومع الكلاود ومع الكلام الرائع اللي احنا سمعناه، هل هو ستيل 11 تو 12 موديولز زي ما هو تراديشنالي كنا شغالين بيه من زمان من اكثر من 15 سنه، ولا الموضوع اختلف شويه والموديول دلوقتي اختلفت وبقت الدنيا يعني ايه، ومدى ارتباطه بال 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 بكل الستيك هولدرز اللي حضرتك اتكلمت عليهم والديبارتمنتس اللي حضرتك اتكلمت عليهم. دي نقطه. النقطه الثانيه to which details we have to go in the supply chain application. يعني supply chain ده طبعا دي من الحاجات ال latest يعني inventions او latest studies في ال project management مش في كل حاجه يعني الحقيقه. فالسبلاي تشين يعني هل احنا هندخل في الدقائق بتاعته مع كل لينك او كل بارسل في السبلاي تشين، ولا to which extent we have to go؟ دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة برضو اللي هي برضو دي مهمة جدا ومش عارف يعني ليه ما 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 يعني ما أثرتش. أنا لسه طبعا أنا متأكد إنك هتتكلم عليها بعد كده. بتعمل كده بعد إذن حضرتك. أنا هتابعك يعني أنا وراك يعني. ده شيء شرفتني والله يا باشمهندس حسين. الكواليتي أشورنس إز نوت تيكن إنتو كونسيدريشن. أيوه من ضمن الستيك هولدرز اللي اتحطوا او من ضمن الديبارتمنت. ده دي كواليتي اشورنس دي احنا هنتكلم عليها لفتره طويله في البروجكت كنترول واستخدامات اللين، فما تقلقش يعني دي في حد ذاتها احدى التوبكس الرئيسيه. لا هو مش قلق، لان هو الملاحظه حاجه يا دكتور، الملاحظه حاجه وحضرتك طبعا يعني استاذ كبير يعني، ان ممكن كل هذا الكلام يكون موجود في مكان ولا ينجح. ليه؟ لان مفيش السيستم اللي ربط الكلام ده كله ببعض. ده انا بتكلم عندك عن تجربه، لان انا برضه اشتغلت تمام. لا متفق مع حضرتك تماما. خبره بره يعني في المنطقه العربيه كلها ما عدا الكويت والبحرين بس انا ما اشتغلتش فيهم، انا بقيت اشتغلت فيهم وفي ميجا بروجكتس وكلام ده كده. وهنا برضه يعني اوكرون برضه زي ما بيقولوا الفرنساويين في مع مثلا ريفكون شويه مع يعني في السوق يعني ما بعدتش قوي. فممكن يكون في ناس كويسين قوي وناس شغالين بالبيم وشانه، وانا شخصيا متحمس جدا يعني. انا النهارده في اي مكان بقول يا اخوانا اللي مش هيشتغل بالبيم بقى يبقى ايه بقى عليه العوض، لان ده اخر حاجه. حضرتك النهارده اضفت الحاجات الجميله كلها بتاعت الكلاود بقى وبتاعت الارتفيشال انتليجنس وبتاع الانترنت اوف ثينكس والحاجات الرائعه دي اللي المفروض كلنا نعرفها يعني. ف انا اسف على اني طولت مع حضرتك، بس انا للاسف معتاد ان انا ايه ابتز كل الاساتذه الكبار اللي بنسمعهم بنحاول ناخد منهم اكثر ما يمكن يعني. لا تحت امرك يا باشمهندس. لا استغفر الله، دي حقيقه يا دكتور والله. فاقدر اسمع رد حضرتك يا ريت. ابتدى بالنسبه للثلاث نقط اللي باشمهندس حسين كان بيسال عليهم، هي فكره الاي ار بي. لا هو الموضوع اختلف، ما بقاش اي ار بي، اي ار بي اكستند تو انتربرايز ريسورس بلاننج، وده يمكن شويه كان اللي مقصد فيه فكره المانيفاكتشرنج، وان غالبيه للاسف الحاجات اللي اتعملت في السنين اللي فاتت كلها وزي ما بيقولوا معدله عشان تماتش معانا ككونستراكشن بشكل او باخر. فلا الاي ار بي
ده بلاتفورم او نقدر نقول سوفت وير اخر بشكل او باخر ينفع في التصنيع، واحنا بنحاول نستخدمه في الكونستراكشن. لكن اعتقد ان اخر 10 سنين بالفعل ما بقت غالبيه الشركات بتستخدم ما يسمى بالسي ام اس او كونستراكشن مانجمنت سيستم، حاجه بلاتفورم خاصه فقط لا غير بالكونستراكشن بروسيس، ملهاش علاقه بالاي ار بي. متشابهين في بعض الموديول زي ما حضرتك كنت بتقول، متشابهين في بعضهم لكن مختلفين في تفاصيل كتيره قوي من جوه، من ضمنها التكنيكال اوفيس، من ضمنها الشوب دروينج، من ضمنها الاي اي اوف بروجكتس والكلام ده كله. لا الموضوع مختلف شويه، ان تقاربوا وان استخدمناهم فلا فعلا المواضيع اختلفت تماما في خلال العشر سنين اللي فاتت دي، بيزد على الموديولز نفسها وبيزد على الفانكشناليتي اللي موجوده في كل موديول. يعني لو انا فتحت اي ار بي سيستم هلاقي فيه سبلاي تشين، وهلاقي فيه ماتيريال بلاننج، وهلاقي فيه بيرشيسنج موديولز والكلام ده كله. بس هي مش مرتبطه بالبلاننج، مش مرتبطه بالبيدنج، لان ما فيش فكره البيدنج اللي موجوده عندنا ككونستراكشن. فالموضوع اختلف، فبالفعل الشركات بدات تدرك ده في اخر 10 سنين فاتت كشركات كونستراكشن، فبدات تتجه فعلا لما يسمى بالسي ام اس مش ما يسمى بالاي ار بي. فلا في اختلاف، فعلا حصل اختلافات شويه الفتره اللي فاتت، ان المسمى نفسه بدا يختلف، مش مسمى فقط زي ما كنت بقول لحضرتك، لا في تفصيله الورك فلو والاجراء ذاته. تاني سؤال بالنسبة لموضوع السبلاي تشين وتفاصيله، بالفعل عشان أقدر أحصل على مور أكيوريت داتا فلازم أجيف مور أكيوريت داتا برضو. فبالتالي كسبلاي تشين وبيزد على الاستاندرزيشن أوف أبكس، ودي زي بنسميها كده البي ام اي انستيتيوت بس الخاصة بالسبلاي تشين، فقالت إن هي نزلت فعلا جايد لاينز مخصوصه للكونستراكشن ملهاش اي علاقه بحاجه تانية، ودي اللي احنا بنحاول نتبعها، ان التفاصيل بتاعتها بالفعل بنوصل فيها ديب ديجنج قوي. ان انا لو عايز كل ما بعلى بالليفل بتاعي، لو انا مثلا عايز الليفل بس بتاع خرسانه جاهزه هروح اشتريها وماليش دعوه باي اوبريشن تانية، فده ليفل اوف داتا، هيطلع لي ليفل قصادها الليفل اوف داتا اوتبوت اللي بتطلع معايا. لا ده انا محتاج اتريس الزلط والرمل والطوب والمسمار والخشب والكلام ده كله عشان اقدر اطلع فعلا بالليفل اوف اكيوريت داتا. لا بالفعل ده اللي بيتم تطبيقه في كثير من المشاريع. عارف ان هو هادك وعارف ان هو متعب شويه، بس في الاخر بقدر اوصل فعلا لليفل اوف اكيوريسي وليفل اوف كومباريزون. هو انا بخسر في المشروع ده، في الورك بريك داون ده، في الاكتيفيتي دي، في الريسورس ده اللي تحت البي او كيو ايتم ده، بقدر فعلا اوصل لسبب خسارتي. لان هو الهدف كل اللي احنا بنتكلم فيه از كونستراكشن حاجتين، ان انا اقلل خساره الوقت والفلوس. فبالتالي لو انا بتكلم ان جنرال سبيكينج من فوق، للاسف بفقد معلومات كتير وبحس ان الموضوع فوجي شويه. كل ما بنزل ديب داك ديب داك اكتر، عشان كده عاملين ما يسمى بالكمباني كوست كود او بالكمباني بروجكت كود اللي هو بيزد اون سي اس اي فورماتس والكلام ده كله. فالموضوع كل ما بنزل للليفل بتاعه تحته، عشان كده سي اس اي نفسها لما بدات بيه ال 8 ديجيتس وال 16 ديجيتس وصلت لل 48 ديجيت، كان بسبب ان هي بتحاول توصل كل مره لليفل اوف ديتيل اعلى عشان ابتدي فعلا اشوف هو انا الليكج بتاعي او الخساره او الكريب اللي بيحصل عندي في المشروع بيحصل في انهي جزئيه عشان احاول اوقفه فيها. الجزء الثالث طبعا بتاع الكيو اي، وده عشان كده او الكواليتي اشورنس، دي انا متفق مع حضرتك تماما جدا ان احنا كل ده ممكن نكون بنعمل حاجات كبيره قوي وكثيره قوي، بس بتكون نتيجه ان انا ما عنديش مانجمنت للكواليتي اشورنس بتاعتي بشكل واضح وقوي، ممكن اخسر برضو لنفس الليفل بتاع المشروع. فبالتالي لا اي ام توتالي أجريد زي ما حضرتك بتقول. أرجو أن أكون رديت على حضرتك في الثلاث أسئلة، وبسعيد طبعا بالتواصل مع حضرتك كقامة علمية بالنسبة لنا جميعا، وهبقى سعيد برضو بالتواصل مع حضراتكم. في سؤال من باشمهندس روماني على موضوع أن هو مهندس ميكانيكا بيحضر معانا، وهل ده يخص مدني بس؟ لا يا باشمهندس روماني ده ما بيخصش مدني بس، وزي ما كنا بنتكلم فكرة الكونستراكشن بروجكت
اللي احنا بنتكلم عليها دي هي تطبق اندستريال في ميكانيكا، في الحاجات المشاريع الصناعيه زي مصانع الحديد والصلب ومحطات التكرير البترولي اللي احنا اوريدي شغالين في بعض المشاريع فيها، او محطات الالكتروميكانيكال بشكل كبير اللي هي مش لازم خرسانه وحديد وخشب والكلام ده كله. بالعكس، هي كل من له ان هو عايز بفكره الكونستراكشن مانجمنت دي، اللي عايز بيتطور فيها وعايز يشوف مشروع بحجم كبير. فبدل ما بنتكلم عليها في مشروع ريزيدنشال او مشروع كوميرشال في حجم خرسانه كبير، بس حتى لو بنتكلم في حجم الخرسانه، احنا في المشاريع مثلا الكوميرشال بالنسبه لنا المولات والكلام ده كله 55 ل 60% ام اي بي. فبالنسبه لنا مدني سوري مدني بيبقى عليه 45%، والكتروميكانيكال بيبقى عليه 55 60% في بعض المشاريع بالذات الكوميرشال. يمكن طبعا الموضوع بيقل كل ما بتجه للريزيدنشال شويه، لكن فكره الكونستراكشن مانجمنت از جنرال سبيكينج فور اني بيربوس اوف بروجكت، لا طبعا ما بتفرقش ما بين مهندس مدني وما بين مهندس ميكانيكا. المهم في الاخر احنا بيبقى كلنا مجتمعين عشان المشروع بتاعي يكتمل ويخلص ويتنفذ اون تايم اند اون بادجت. طيب باشمهندس محمد عز في الموضوع فيها كان بيقول على موضوع الريفت والكوست اكس والكوست اكس والبلان سوفت، كانوا بيقولوا انها بتطلع برضو الضغط الزر، بس لما نجرب المراجع دي فملاقينا بتشتغل. بالفعل احنا كلنا اشتغلنا بالكلام ده يا باشمهندس محمد، وبالتاكيد شفنا فيه مشاكل زي ما انت شفتها وعملنا فيها شغل كتير قوي. الفارق كله اللي احنا كنا بنواجهه في كل هذه البرامج يا باشمهندس محمد، سوري يا باشمهندس مصطفى، فيها انها اولا كلها كانت برامج ديسكتوب، فما بتسمحش بشكل او باخر بان تيم بحاله الناس بتوع البيم يابديتوا، الناس بتوع البي او كيو بيابديتوا، الناس بتوع البلاننج ان وجدنا عشان نطلع الهيستوجرام بيابديتوا ان سم سيرتن ستورج داتا كبيره وفاهمه البيانات دي كلها. كان الكبير بتاعهم ايه؟ سنترال فايل على سيرفر ولينكات وشاير واحط الاسمبلي. لو الراجل بتاع البيدنج غير الموضوع لازم اخش وري اسمبلي الموضوع تاني، او زي ما كنا بنتكلم في كوست اكس او بلان سوفت، لا ده ممكن اخش كمان بيزد على الايتمز بتاعتها. الموضوع هنا اصبح متاح في ايه؟ ويمكن لو هوريها ليك لحضرتك ثانية واحدة. ايوه عشان نبقى متفقين عليها هنا. ريشن ايوه حضرتك شايف معايا الشاشه دلوقتي يا باشمهندس معتز؟ احنا ظهر عندنا الباوربوينت. لا ظهر كده حصر كميات الحمد لله. ايوه بالظبط. فكره كلها يا باشمهندس مصطفى في ايه؟ في ان انا بربط حاجه دايناميك بحاجه دايناميك ثرو حاجه ستاتيك، وهي دي كانت شطاره الاي بي دي صراحه. دي هي بنود الاعمال الداخله من عندي من اداره التسعير، مربوطه ببروبرتي في element. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اختار الاليمنت ده مثلا البند بتاعي اللي هو الكود بتاعه سي سي اي 0101، اقدر اربطه واختار معاه كل الحيطان بالكاتيجوريز اللي موجوده هنا بالبروبرتي مش بتاعه الفوليوم بتاعتها، عشان يقدر يحسب بالنسبه له الفوليوم بتاع الحيطان فيربطها بهذا البند. ممكن استخدم نفس الحيطان تاني لو انا عشان اقدر احسب التشطيبات بتاعتها، فاقول انا عايز السيركونفرنس اريا بتاعتها، فبربط البند مع السيركونفرنس اريا بتاع اليمنتس انا او كاتيجوري او فاميلي انا مختارها. فبالتالي انا دخلت كراجل بتاع بيم ماليش اي علاقه لا بالرابطه ولا بالناس بتوع الاداره الفنيه او البدنج وخلافه، دخلت عملت ابديت للبيم فايل بتاعي، فبالتالي الحيطان اتغيرت وبالتالي التشطيب اتغير وبالتالي حجم الطوب والبريكس اللي انا محتاجها اتغيرت. انا ما بقتش انا كراجل بتاع بلاننج او بتاع بيدنج مش محتاج، او بتاع مكتب فني بحصر الكميات مش محتاج احسبها، هو خلاص المهندس الصغنن اللي جوه اللي اسمه باشمهندس زي بلدر
هو اللي فهم العلاقه ما بين الحيطه اللي الاي دي بتاعها 642 مع البند العمل الاي دي بتاعه كذا، هو ربطهم ستاتيك ثرو الليفل اللي بنسميه الليفل التحتاني. فبالتالي ايا كان انا غيرت الكميات او غيرت الديزاين او غيرت الدايمنشن بتاعتها، هو لوحده بيريكالكوليت البروبرتي بتاعه الاليمنتس دي ويسمعها معايا زي ما حضرتك شايفها هنا. فبيقول البام كوانتيتي بالنسبه لي 1264، وده كان فعلا في مشروع حقيقي ان البند الكميه التعاقديه بتاعتها 632، والكميه المحصوره انا ما عملتش اي مجهود اكتر من موضوع الربط اللي اتعمل مره واحده وكل ابديتس. طبعا لو في اليمنتس جديد او في اليمنتس اتشال هو ده بس اللي بخش الينكج اياه تاني، لكن كل الاليمنتس اللي موجوده عندي اتربطت مره واحده بنود الاعمال. حتى لو بنود الاعمال اتغيرت او حتى الاليمنتس اتغيرت، المهندس الصغير اللي جوه عندي هو اللي بيريجنريت الكميات دي ويبتدي يحصرها لي. فبالتالي المفترض ان زي ما انا قلت لحضرتك دي مش ضروب من ضروب الواقع، احنا اصلا بتوع بروجكت مانجمنت استغفر الله العظيم يا رب في الموضوع، فمش بتوع زي ما بيقولوا مينلي ديفلوبمنت او الكلام ده كله. لكن احنا تعذبنا نفس العذاب اللي حضرتك اتعذبته ده على مدى 25 سنه، فكنا بنحاول نفكر مع الشركات الشقيقه او مع التيمز الشقيقه اللي موجوده معانا في الديفلوبمنت ازاي نقدر نريح نفسنا ونسهل شغلنا عشان حجم الضغط نتيجه تكراريه الشغل والكلام ده كله. زي ما قلت لحضرتك حضراتكم في البدايه ان فكره ان انا عندي ادارتين بس لما اتحسب فكره الكوميونيكيشن اللي بتحصل ما بينهم، وادارتين بنسميهم الهيفي اكسبنسيف كوميونيكيشن اللي هو زي البيدنج والبلاننج والسايت اكسكيوشن، لقينا ان كل اداره بتستنفذ من 25 ل 28% من وقت يومها ما بينهم وما بين بعض، ده ما بين ادارتين بس. خد بقى الادارات الثانيه، ففي الاخر انا اخري اربع ادارات وبقيه الداتا كلها وقعت. فبالفعل الموضوع مش سهل سواء اكسكيوشن او بلاننج، وبالفعل في برامج او بلاتفورمز سبقتنا في هذا الموضوع، وان كان هذه البرامج احنا كلنا استخدمناها كلنا اشتغلنا عليها فحاولنا بشكل او باخر. طب لو احنا عايزين نحسن فيها او نسرع الاداء فيها يبقى الموضوع ازاي؟ ومن هنا حاولنا يبقى الموضوع اسرع. اعتقد كده يبقى الاسئله بالنسبه لنا كلها خلصت صح ولا انا مخطئ يا باشمهندس عمر؟ تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. تمام الحمد لله، الله يكرمك. الف شكر حضرتك يا دكتور، ربنا يخليك. والف شكر طبعا ليك، والف شكر لفريق دم اريبيا كلهم، وان شاء الله نشوفكم على خير في المحاضره بتاع المحاضره الجايه. جزاكم الله كل خير يا دكتور، الف شكر حضرتك، وشكرا للباشمهندس حسين القاضي، وشكرا للفريق بناريبيا مهندس احمد وباشمهندس محمود، وشكرا لكل الحضور. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.